كام شهر متجوزة وحماتي دايما متنرفزة، عاوزة ولي العهد يشرف عشان تلعب معاه وتفرح، كل ده بعد 9 شهور بس من الجواز. يا ناس، طب اعمل ايه؟ اولع في نفسي بجاز؟ لا يا عروسة ما تتضايقيش، وعلى حماتك ما تتعصبيش، الحل سهل وبسيط، الدكتور هيساعدك. بدل ما تخلفي ولد لحاله هتخلفي فريق بحاله. الحلم، حلم الأمومة أو الأبوة، حلم جميل ورائع جدا، لكن ساعات كتير حاجات تقف قدامه، تقف قدامه بغلاسه، بنسميها وقفه غلسه، اللي هي هنقول ايه دلوقتي يعني ايه وقفه غلسه. وقفه غلسه يعني الست مالهاش يد والراجل مالوش يد في القصه كلها، لكن حاجه حاصله. هنفهم اكتر الحاجات دي نقف قدامها ازاي، الحاجه الحاصله دي، العائق اللي وقف قدامنا ده ازاي نحله وازاي نكتشفه. اساسا نفهم العائق ونحل المشكله نوصل للهدف، بدون ده وده مش هنقدر نوصل للهدف. ايه هو العائق وازاي نحله؟ وايه هو الهدف؟ الهدف احنا عارفينه، الابوه والامومه. هنفهم ده كله مع ضيف عزيز علينا جدا، اسم لامع ما شاء الله وتواجد متميز للغايه، وطبعا يعني يسعدني جدا تواجده معنا هذا اللقاء الجميل. طبعا ضيفنا العزيز الاستاذ دكتور حسن مصطفى جعفر، استاذ مساعد امراض النساء وتوليد في كليه طب قصر عيني جامعه القاهره، استشاري طب الجنين وزماله جراحه المناظير من جامعه كولومب المانيا، الاسم المتميز القدير. اهلا بيك دكتور حسن، منورنا، سعيد بهذا اللقاء. أنا جدا أسعد. جدا أنا أسعد. الحقيقه العيب اللي ممكن او بمعنى صح المشكله اللي نقدر عليها مشكله رخمه تتمثل في العيوب الخلقيه. مظبوط، العيوب الخلقيه مشكله غتيته. صح، لانه لا الست ليها يد فيها ولا الراجل له يد فيها ولا الدكتور. وتقول احكي لي بقى ايه القصه دي. عيوب الرحم الخلقيه الحقيقه منتشره جدا وبنقابلها جدا كتير في حالات تاخر الحمل وحالات الاجهاض المتكرر كمان. تلاقي السيده بتجهض في الشهر الثاني والثالث والخامس وفي الاخر معاش بيبي. فحقيقه تشخيصها وعلاجها جزء رئيسي في هذه الحالات. حتى لو احنا عايزين نعمل حقن مجهري او نعمل تلقيح صناعي او اي حاجه، لازم علاجها وتشخيصها قبل ما ناخد الخطوه دي عشان نتاكد او على الاقل نعمل اللي علينا قبل ان ما هنعمل خطوه زي الحقن المجهري او التلقيح الصناعي. مشكله تقريباً التشخيص الحاجات دي ان احنا ممكن طبيب ما ياخدش باله منها، او ممكن يشخص حاجه غلط زي ما هنقول كمان شويه، رحم ذو القرنين يقول انه عليه حاجز، او حاجز يقول رحم ذو القرنين، او يبقى في التصاقات داخل الرحم ما ياخدش باله منها. وده بيؤثر على نتيجه بعد كده محاولات الحمل سواء بتنشيط تبويض او تلقيح صناعي او حقن مجهري. ومعظم الحالات دي ليها عمليات، والعمليات لما اتعملت بنحسن جدا نسب نجاح الحمل سواء بطرق زي التنشيط والحاجات دي او بطرق زي الخصاب المساعد اللي هو الحقن المجهري واطفال الانامي. فدي اهميه تشخيصها مهم جدا زي ما حضرتك قلت في مقدمه الحلقه. عشان كده دايما احنا بنقول سونار ثلاثي الابعاد مهم جدا، اهم من الاشعه بالصبغ واهم من السونار العادي، ان هو بيساعد جدا في تشخيص هذه العيوب الخلقيه. وسهل وبسيط، وتشخيصه بنسبه سنسيفيتي او حساسيته قرب ال 100%. السونار ثلاثي الابعاد تفوق بايه؟ يعني لما نيجي نحطه في مقارنه مع السونار ثنائي الابعاد. انا فرق رهيب. فرق رهيب. رهيب، لان انا السونار ثنائي الابعاد هيقول لي ان في عيب خلقي، بس ممكن ما اعرفش يفرق بين الحاجز والرحم ذو القرنين. ممكن حاجات زي الرحم ذو القرن الواحد دي ما تبانش خالص في السونار ثنائي الابعاد. وزي ما حضرتك عارف اشعه بالصبغه ليها مشاكل. وسمعنا كلنا عن الناس بيحصل ده. ادي مثلا صوره اهي لرحم بالسونار ثلاثي الابعاد، ده تجويف رحمي سليم لو زي حضرتك شايف كده شكل المثلث ده. لما اشوف المنظر ده انا كده متاكد نسبه 100% ما عنديش حاجز رحمي، ما عنديش رحم ذو القرنين، ما عنديش لحميه في الرحم، ما عنديش التصاقات. فدي صوره بتترجم الصوره اللي هي بتاعه التشريح بقى اللي شايفينها على اليمين دي. فاحنا بنشوفها دي ما تبانش بالسونار الابعاد خالص نهائي، مهما حاولنا ما تبانش، ما تبانش غير بالسونار ثلاثي الابعاد. الاشعه بالصبغه انت قلت لي فيها مشاكل. فيها مشاكل طبعا، في ناس عندها حساسيه من الصبغ. في ناس لما يحصل نحن الصبغه يحصل التهاب جوه الرحم والانابيب، تبقى الست دي اشعه بالصبغه مثلا. اشعه بالصبغه مبينه حاجات عيوب خلقيه، هل مثلا ده حاجز ولا رحم ذو القرنين؟ انا ما اقدرش اقول. انا هو خبرتي في الامراض النساء 15 سنه ما اقدرش اقول. اقول ان في حاجز. الصوره على اليمين دي رحم ذو قرن واحد، بس ممكن يكون في حاجز كامل وانا مش حاقن الناحيه الثانيه. فاشخاص رحم بقرن واحد هو في حاجز.
اسرائيل على الشمال فوق دي ممكن اقول انها رحم ذو القرنين ويطلع في الاخر حاجز. فهي دي بتقول لي ان في عيب، بس ايه العيب ده انا ما اعرفش. يبقى اذا يتفوق، يبقى لو حطينا المقارنه بين اشعه بالصبغه وبين الاشعه بين الثلاثي الابعاد، الثلاثي الابعاد يتسح ضربه قاضيه. يعني برشلونه قدام فريق قدام اي فريق مش مهم، مش عايزين نقول اسماء عشان ما حدش يزعل. يعني ما فيش ده بيورينا الصوره. طبعا ده صوره، دي اشعه، دي ثاني صوره اكيد ان انا جوه تجويف الرحم نفسه. لكن تاثير العيوب الخلقيه في الرحم على الحمل نفسه، يعني ايه اللي بيحصل؟ اي حاجه تغير شكل تجويف الرحم الداخلي تاثر على الحمل. الرحم مثلا ذو قرن واحد، الرحم ذو قرن واحد ده بيخلي تقريبا نص تجويف الرحم مش موجود، فتجويف الرحم صغير. ممكن ما يحصلش حمل، وممكن لو حصل حمل يحصل اجهاض في الشهر الرابع الخامس، الحمل ما يكملش. عشان كده بنقول الرحم ذو القرن الواحد ده من الحاجات المهمه. ادي صوره رحم ذو قرن واحد. بنسميه بلدي كده زي الدمعه. الرحم معاك، شفت الشكل في الاول كان عامل زي المثلث. دلوقتي لا، ده شبه التير دروب. تير دروب زي بالظبط قطره ميه. وانت لو شفت الصوره اللي على الشمال فوق ده ثنائي الابعاد. عادي خالص، طبيعي، صوره طبيعيه. لو انا شفتها ما اقولش ان ده في مشكله. انما لما اعمل 3 دي ثلاثي الابعاد اتاكد على طول، قطعا على دي دياجنوستيك على طول. ما يعني حطوا لنا دايما يا جماعه الشكل الطبيعي للرحم ثلاثي الابعاد جنبنا. بالظبط، ليه؟ عشان نحط دايما الشكل الطبيعي في المقارنه مع شكل غير طبيعي. بالزبط. عشان الناس تحفظ. فده نص الرحم طاير، ده طبعا ياثر على الحمل، لان هو تجويف الرحم حجمه نصه راح، فيا اما يحصل اجهاض او ممكن ما يحصلش حمل من الاساس. دي مشكله بنواجهها، حمل الرحم ذو القرن الواحد. في بقى كمان رحم ذو قرنين، متصل وغير متصل. ممكن الاقي قرنين للرحم، والقرن ده ممكن يكون مش متصل اصلا بالرحم خالص، مش واصل بالتجويف الرئيسي، او ممكن يكون متصل وده برضو ممكن يعمل مشاكل. ممكن لو حصل حمل في القرن ده يحصل ينفجر. الصوره اللي هي على اليمين ده راح قرن غير متصل، اللي هي الدايره البيضاء دي اللي احنا شايفينها دي، مش واصله بالتجويف الاساسي اللي هو ناحيه اليمين. ده لو حصل جواه حمل ما يقدرش يتحمل ان الحمل يكمل، يحصل انفجار في الشهر الثاني او الثالث. عشان كده لازم القرن ده يتشال قبل اي محاوله للحمل. طيب لازم نحط الطبيعي جنب غير الطبيعي، يعني قلنا نحطهم الاثنين جنب بعض عشان نقارن بين الطبيعي وغير الطبيعي. الطبيعي عشان نحفظ شكل. لان الطبيعي شكله ايه؟ شكله لو احنا حطيناهم جنب بعض هنلاقي الطبيعي شكله مثلث. مثلث اللي هي الطبيعي اول صوره مع الرحم ذو قرنين متصل وغير بالزبط. متصل بالظبط. ده يؤدي الى تاخر حمل، يؤدي الى تاخر حمل، وكمان يؤدي الى حدوث مشاكل عنيفه جدا لو حصل حمل في القرن الغير متصل ده مثلا. ان هو يجي على الشهر الثالث اكنه حمل خارج الرحم. القرن ده صغير جدا والوول بتاعه او الجدار بتاعه رفيع. يجي للرحم ينفجر ويحصل نزيف داخلي، ممكن يعمل مشاكل اللي احنا مش عايزين نتكلم بقى ونقول ان احنا ما نخوفش الناس يعني. طيب هل ده يؤدي الى اجهاض؟ يعني اي حاله من دي تؤدي طبعاً الى اجهاض او ولاده مبكره؟ شهر سابع، شهر سادس، او اجهاض في الثالث او في الثاني. لان لو حصل امبلانتيشن او زرع للجنين على الحاجز مثلا او على، ممكن يحصل اجهاض. فمثلا هنشوف مثلا الرحم المحدب مثلا، ده اللي هو بنسميه اركوتيوترس. الرحم المحدب ده عامل زي القلب كده، بنسميه زي القلب. ده كان زمان يعتبروه طبيعي، دلوقتي في الدراسات الجديده البيبرز جاي يقول لك لا، ده رحم غير طبيعي، ده اللي هو شكل قلب اهو، مش مثلث بقى زي ما احنا شايفين والبوردر بتاعه ستريت او عدل كده، لا في كيرف شويه. ده برضو احيانا، بس ده اقلهم ضررا يعني، ده ما بنعملوش حاجه قوي، بس نبقى حريصين ان احنا ايه، عارفين ان هو رحم محدب وما ما تعملوش عمليه. بس تبقى عارفه ان هو عندها رحم محدب، ممكن شاف حاجه الفرق بقى هنا الرحم مثلث ازاي وهنا الرحم محدب ازاي. بص 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 المثلث فوق بالزبط. الخط ماشي مستقيم فوق اهو، ده الشمال ده يا جماعه ده الطبيعي. مظبوط، دايما اللي هنحطهم على اليمين دول الغير طبيعيين. مظبوط، اشوفها فرق طبعا. ده بقى ملوش عمليات، بس ممكن ده مشكله المحدب ده، الناس تفتكر انه حاجز فيحاول يعمل له عمليه فيعمل يخرم الرحم وهو شغال، فلازم نشخصه عشان نبقى عارفين انه محدب ما نجيش ناحيته. صحيح، احنا نفتكر ان هو نازل كده بحاجز ولا حاجه، فنحاول نشيله بالمنظار. نشيل ايه؟ ده جدار الرحم. جدار الرحم. مظبوط. فده اسمه محدب او على شكل قلب، الناس عارفينه دايما اللي هم عندهم تاخر حمل وعملوا سونار يقول لك ده عندي الرحم على شكل تريفلت. مش عامل زي التريفل بتاع الهارت او الترايفل او بالظبط كده. بتاع الكوتشين. بالظبط. طيب انا دايما عندي مشكله في فهمي، انا اسمع ايه الحاجز الرحم ورحم ذو القرنين. طبعا لو قلت لك لغايه دلوقتي وانا بشوف صور كتير اعرف افرق بينهم صعبه، بس اشرح لي الاول قبل ما نروح للصوره،
يعني ايه الفرق بين كلمه حاجز رحمي ورحم ذو قرنين؟ هو في الحياه الامبيولوجيكال لايف المفروض الرحم بيتكون من جزئين يمين وشمال بيتصلوا مع بعض، وبعدين بقى فيه في النص حاجز، الحاجز ده المفروض يدوب فيبقى تجويف رحم واحد. حلو. لو في الاول اصلا ما حصلش ان هم يعني التصقوا ببعض هيبقى فيه رحم كده ورحم كده، يبقى ذو القرنين. انما لو حصل ان هم لزقوا ببعض وبعدين فشل ان الحاجز اللي بينهم ده يدوب، هيبقى رحم واحد ولكن مقسوم نصين. حلو. فده بقى اللي مشكله الاشعه بالصبغه. انا يعني تعمل اشعه بالصبغه، دكتور الاشعه الفاضل ما عندوش خبره طبعا زينا قوي، بيقول ان هو رحم ذو القرنين. فالعيانه تفضل فاكره ان هو رحم ذو القرنين طول عمرها، وتروح تقول ملوش عمليه رحم ذو القرنين على عكس الحاجز الرحمي. وتقعد تحاول بقى انها تحمل وحقن مجهري ويفشل. تيجي بعد كده تعمل بالصدفه ثنائي ثلاثي الابعاد، يقول لها يا ستي انت عندك حاجز في الرحم، انت ازاي ما شلتهوش؟ يقول لك لا انا عندي رحم ذو القرنين، ده رحم ذو القرنين اهو. ده رحم قرن يمين وقرن رحمين بعاد عن بعض موصولين بس عند عنق الرحم. شايفين الرحم الطبيعي شمال اهو. عشان الشمال ده الطبيعي، اليمين ده ذو قرنين. ذو قرنين حضرتك لو شايف الصوره اللي هي ال 3 دي اللي على اليمين، ده رحم ذو القرنين. قرن في ناحيه وقرن في ناحيه ثانيه خالص، وعنق رحم واحد. تمام. ولكن في النص فراغ، مفيش حاجه بينهم، لان هم فشلوا ان هم يقابلوا بعض اساسا. ده على عكس بقى الحاجز الرحم، بيبقى رحم واحد، هنشوفه دلوقتي في الصوره اللي جايه، رحم واحد اهو، يعني الكونتور بتاع او الاطار الخارجي هو واحد بس، ولكن في النص في زي ستاره نازله من النص كده، من نص الاوضه، قسمه الاوضه نصين. طيب حلو قوي. ده حاجز رحم واللي قبليه، وخلي بالك ده واضح الفرق بين الحاجز الرحمي والرحم الطبيعي. خلاص نشيل الرحم الطبيعي بقى والرحم ذو القرنين عشان بقى تفهمني بالرحم ازاي تفرق بالظبط. بنبص على الكونتور الخارجي او الاطار الخارجي للرحم بثلاثي الابعاد، ده ما يبانش بقى بثنائي الابعاد ولا يبان باي حاجه خالص. الحاجه الوحيده اللي بينه هو السونار ثلاثي او 3 دي التراساوند. يبين ان هنا في الصوره اللي على اليمين اللي هي سبتيت، ان اطار الرحم الخارجي متواصل حاجه واحده. ايوه. اطار الرحم معلش لا فهمني بقى. اطار الرحم الخارجي اللي هو لونه رمادي شويه كده الغامق ده، اللي هو من بره ده الخط المستقيم اللي من فوق ده. ده رحم واحد من بره بس من جوه مقسوم نصين. تمام. انما من بره لو عملنا منظار بطن حتى هلاقي رحم واحد من بره. حلو. انما هنا اهو حضرتك لو شايف بنسميها كليفت او شق كده، الرحم كانه مشقوق نصين. تمام. مفيش الاطار الخارجي للرحم مش ستريت، تلاقيه نازل كده اكنه مقسوم نصين، عامل زي حرف الفي اللي هو في الرحم ذو القرنين. اللي هو الصوره اللي على اليمين تحت. حرف الفي من بره كده، شايف حرف الفي ده؟ تمام. ده كده قرن يمين خالص وقرن تاني شمال خالص. انما ده رحم واحد من بره شكله عادي جدا، لو انا بصيت عليه من بره كده بمنظار البطن هو رحم عادي، بس من جوه جبت ستاره بارافان وقسمت الاوضه نصين. طيب يعني كان ده يا جماعه بس بالبلدي كده، ده كانه شقتين اوضتين كل اوضه لوحدها في ناحيه، بس عنق الرحم بالريسبشن. بالريسبشن، وكل واحد في ناحيه، وكل واحده كل اوضه في ناحيه خالص. بالظبط كده تماما، مش متصلين. وده ملوش عمليه. ملوش عمليه؟ لا ملوش عمليه. الرحم غزول قرنين ده هنعمله ايه؟ صحيح مش هعمله حاجه، هعمل ايه؟ ده رحمين. رحمين. هشيل ايه؟ هاجي لو جيت في المنظار برضو احاول اخش في النص هخرم جدار الرحم، مفيش حاجز. هعمل ايه؟ فالناس تقول لك دايما كل حالات الشخص رحم ذو القرنين، مع ان 95% من الحالات حاجز و5% رحم ذو القرنين، يعني كومن موست كومن هو الحاجز، وتلاقي كل التقارير الاشعه طالعه رحم ذو القرنين. والحاجز سهل تعالى ده منظار رحمي على طول. منظار رحمي 5 دقائق خش بمنظار رحمي، ممكن مكتبي كمان اوفيس من غير بنج خالص، خش تك تك قصتين نشيل البتاع اللي في النص، يبقى رحم طبيعي. رجعت صح رحم اكنه رحم طبيعي خالص. الرحم ذو القرنين مالوش علاج، ما عليه كان نعمل ايه زمان بقى، بيفتحوا بطن السيده ويحاولوا يوصلوه ببعض وقصص كده، بيعمل التصاقات طبعا، واتلغت الكلام ده، مفيش حد بيعملها خالص، انتهى الكلام. نشوفهم تاني معلش الصوره دي يا جماعه عشان دي مهمه قوي. ونعيد الكلام مره اخرى، في صور تانية قدام لل بس انا عايز الصوره دي عشان للمره الاولى انا بدات ايه. بص اهو. حاجز رحمي كامل. في النص حضرتك شايف حاجه، انت الحاجز قاسم عنق الرحم، الصوره اللي على الشمال تحت. يعني ماسك الرحم بعنق الرحم. السونار ثنائي الابعاد اهو مبين لي، بص حضرتك هنا وهنا الاثنين زي بعض صح، سونار ثنائي الابعاد ما تقدرش تفرق. هل ده رحم ذو القرنين ولا ايه رحم فيه حاجز، اللي هي سونار ثنائي الابعاد ده اللي هو اللون الرمادي اللي رصاصي. هو صحيح دي زي دي. صح. الشمال زي اليمين، قرنين رحم ذو القرنين زي بالظبط الحاجز ده. 3 دي اهو، 3 دي اللي هو اللون اللي هو موكا برتقاني. موكا عشان في اللون ده طالع موضه في العربيات. لون الموكا ده او اللون اللي هو ثلاثي الابعاد بقى باين قوي. ادي حاجز في النص، وادي ايه؟ رحم مشقوق. رحم ذو قرنين. اللي على الشمال دي حاله ملهاش عمليه، دي عمليه سهله. عمليه سهله جدا، وتغير فرص حملها، ترجعها ست طبيعيه خالص. حلو قوي. ينتهي. انت عارف حاجه شبه حاجز الرحم ده بالحاجز الانفي. مش هو الحاجز الانفي ده قاسم الانف نصين، هو الحاجز الرحمي كده. لو يعني شلناه خلاص خلصت. في بقى صور تانية الحاجز الرحمي جزئي،
بيبقاش واصل لعنق الرحم، يبقى واخد بس جزء من تجويف الرحم. آه. طوله مثلا 2 سم 3 سم بس حجز رحمه برضه، وده اشيله برضه اسهل بقى من حجز الكلي لان هو بشيل حاجه اقصر. فدي لينا برضه في صوره عندنا ليها حلوه جدا مبينه اهو ده حاجز جزئي اهو، ده بقى مش رحم محدب مش اركوت، ان الرحم المحدب بس بيبقى فيه ايه نتوء صغير كده. انما ده في حاجز اهو قاسم الصوره اللي هي على الشمال النورمال بتاعنا والصوره اللي على اليمين، الرحم اهو مقسوم نصين بس مش كله. ده برضه بيؤدي الى اجهاض، لان لو حصل الامبلانتيشن او اتزرع الجنين على الحاجز، الحاجز ده بيبقى فايبرس شويه او متليف مفيهوش دم فيحصل ان البيبي يتزرع فيه تاني التالت شهر دم ما يوصلش يحصل اجهاض. نشيله يرجع الرحم طبيعي خالص. تشوف الحاجز الرحمي ده بالاشعه ثلاثيه الابعاد ولا في طرق اخرى؟ ثلاثيه الابعاد هي الاهم وادق طريقه للتشخيص، يليها بعد كده بقى المنظار الرحمي، اخش بالمنظار اشخص واشيل في نفس السيتنج. بنفس السيتنج؟ اه. ما ينفعش تشخص وبعدين تقول للعالم معلش؟ ممكن ممكن لو هي انا لو ما عنديش نار ثلاثي الابعاد وعندي منظار رحمي مكتبي اوفيس استروسكوبي ممكن في ثانيه برضه اخش اقول لها انت عندك حاجز جزئي هنشيله بعد الدوره الجايه مثلا، وتخش عمليات او تشيله لو حاجز صغير ممكن يتشال في الاوفيس برضه من غير بنج ولا حاجه. طيب في اشعه بصبغه ثلاثيه الابعاد دلوقتي؟ مظبوط. ايه بقى دي؟ بقى بنحقن ماده زي محلول ملح كده سلايم، واحنا بنحقن الماده دي نروح واخدين صوره 3 دي فيبان لي الانابيب كمان، والماده دي ساعات بقى محلول ملح وعليها حاجه اسمها جيل زي الصوره دي. الله الله. دي صوره شوف حاجه ده اشعه بالصبغه ليها مشاكل. دي ملهاش اشعه بالصبغه، في حاجه اسمها اكوي فيست وفي حاجات كذا صبغه بنستعملها، وهيكوزي في كذا صبغه بنستعملها نحقن بسرنجه رفيعه جدا معانا صحيه مش حاجه ولا قلم ولا اي حاجه، وناخد الصوره ثلاثيه الابعاد اهو رحم اهو ذو القرنين واضح جدا بالانابيب بتاعته وشايف الانبوبه سالكه والصبغه خارجه منها لغايه اخرها. دي تغنيني عن الاشعه بالصبغه اللي هي بدي لعنة فيها بينج وممكن يحصل لي فيها التهابات وفي الحوض ودي عنب عندها حساسيه. ايه الفرق بين الاشعه الصبغه الحديثه دي والقديمه؟ طبعا المواد نفسها اختلفت، دي مواد انرت كلها جلايكوجين وحاجات كلها انرت ما تعملش مشاكل. انرت يعني خامله، خامله ما تعملش مشاكل حساسيه، ما تعملش التهاب في الحوض، ما فيش الم اثناء الحقن الصبغه نفسها، مش محتاجه بينج خالص. وسنسيتيفيتي 100% انا شايف كده كل حاجه، رحم زي الصوره بتاعت الثلاثيه الاشعه بالصبغه بس ادق اهي، رحم تاني برضو محدب اهو باين جدا، وكل دي اشعه بالصبغه ثلاثيه الابعاد واشعه بالصبغه العيوب الرحم الخلقيه. بالظبط بالظبط. عظيم جدا. طب هل يعني هل ممكن الحاجز الرحمي يحصل معاه حمل؟ يعني ممكن واحده عندها رحم وحاجز موجود بالله يعني نيجي نعمل قيصريه لعيانه عشان البيبي نازل برجليه وانا مش عارف بعد ما اطلع البيبي وانا بقفل الرحم احط ايدي جوه ايه ده في حاجز وحملت بالحاجز وحملت طبعا. مش كل الناس اللي عندها عيوب خلقيه في الرحم ما بتحملش، ومش كلهم بيسقطوا، ده رحم عند ربنا في منهم ادي حاله مثلا زي ما حضرتك قلت بقى حامل اهو واحده عندها حاجز كامل اهو قاسم الرحم نصين خالص من اول لاخره وعندها حمل في ناحيه من ناحيتين والحمل ممكن يكمل عادي جدا بس تلاقي بس في الاخر البيبي ملفش ما نزلش الحوض ولدت بدري سنه في اول التاسع كلام من ده ولكن ممكن يحصل حمل وده من رحمه ربنا مش كل الحالات بتحتاج علاج. بس ده مش معناها ان انا لو جيت الحاله دي سيبها. لا ما سيبهاش. تمام كده اللي انا فهمته منك. لو الحاله بتعاني ما بتحملش او حصل لها اجهاد متكرر وانا شخصتها لازم اشيل الحاجز ده. لازم اشيل الحاجز. انما لو هي جات لي مثلا معاها تو بيبيز مثلا وجايه تكشف عادي لقيت عندها حاجز وما عندهاش مشكله خلاص. تمام. اللولب هذا المثير جدا لانه كان دايما قصص النساء والتوليد زمان واحنا طلبه لما بنيجي نذاكر الكوميديا كلها تكمن في هذا اللولب. صح. لقد ضاع اللولب. صح راح فين؟ شريط سف. احكي لي بقى ايه اللولب؟ اللولب لما نركبه لو انا مش عارف ان عندها حاجز في الرحم وجاي اركب لها لولب هي حصل حاجه من اثنين، يا اما اللولب مش هيوصل لغايه الاخر لان هو الحاجز هيمنعني ان انا اوصله فيركب تحت خالص هيبقى الرحم فوق ما وصلوش لولب فممكن يحصل حمل، او ان انا لو انا كنت يعني ها زقيت شويه تعفيت شويه زي ما بنقول كده هروح مدخله في ناحيه اهو ادي صوره اللي على اليمين اللولب تحت خالص الرحم اهو في حاجز قسم نصين تمام واللولب تقريبا عند عنق الرحم. ليه؟ لان انا جيت ازقه لقيت الحاجز قدامي فما خدتش بالي قلت خلاص ده اخره فسبته ممكن يحصل حمل لان يعني انا بقيت الرحم عندي ما فيهوش لولب، او رحت انا بقى ايه زقه في ناحيه فبقى في ناحيه فيها اللولب والناحيه الثانيه ما فيهاش لولب ممكن يحصل برضو حمل في وجود اللولب. الحالات دي ما يفضلش معاها اللولب. حالات الحاجز الرحمي؟ لا طبعا.
يفضلش ما يفضلش او ولكن بقى حاجه اسمها لولب هرموني ان هو بيشتغل بطريقتين، بيشتغل ان هو كميكانيكال بيقفل الطريق وفي نفس الوقت بيشغل الهرمون اللي هو فيه بيطلع هرمون البروجستيرون اللي هو بيمنع تجويف الرحم انه يحصل في حمل عشان بيخلي بطنه الرحم رفيعه. انما طبعا لو انا عارف ان لازم اقول للعيانة انت عندك حاجز واللولب ده لو ركب ممكن يحصل كذا كذا كذا، فيفضل ان احنا نركب لولب هرموني ان مش اخش كده واسيبه ويطلع زي ما يطلع، ما ينفعش. حرصك على انك انت تفتتح حوارك معانا ب التكنولوجيا والتشخيص، حرص ناتج من انه الاوبزرفيشن او ملاحظاتك انه كتير من الحالات اللي بترجع لك وفشلت سواء في الحقل المجهري او فشلت في الحمل بتبقى نتيجه سوء التشخيص. بالظبط. التكنولوجيا دخلت في كل مش في الطب بس، وفي امراض البطنه وفي الاشعه المقطعيه وفي التحاليل وكل حاجه دي بتساعد، دي بنسميها دياجنوستيك تولز، حاجات انا بستخدمها للتشخيص. لو انا ما عنديش التولز دي يبقى انا مش عارف افيد المريض، عشان كده لازم الدكتور يبقى الشاطر، يبقى ملم بسونار ثلاثي ابعاد، بمنظار الرحمي، منظار البطن، بكل الحاجات اللي هي بتساعده على انه يشخص العيان. لان هو حاجه زي ما قلت في اول الحلقه العلاج اوله ايه؟ تشخيص. التشخيص ما هو لازم اشخص والا مش عالج. يفرق قوي حاله زي دي مثلا. طبعا تفرق. اهو ادي قبل وبعد. انا كان عندي حاجز رحمي اهو، دي كانت حاله لسه انا عاملها من قريب جدا على الشمال قبل المنشئ، شخصتها انها حاجز وكانت متشخصه ان هي رحم ذو القرنين، قلت لها حضرتك عندك حاجز، عملت لها العمليه وبعد كده جات لي بعمل لها السونار اهو، حضرتك شايف خلاص تقريبا يعني شبه طبيعي. اللي فاضل الحته دي صغيره، احنا بنخاف دايما ناكل زياده بالبلدي كده عشان ما نخرمش الرحم، فممكن نسيب نص سنتي ولا حاجه بدل ما احاول انا يعني اتجرأ زياده عن اللزوم واعمل ثقب في الرحم، بس نص سنتي مش هيفرق. انما باين فرق حاجز، الصوره باينه قوي ان على الشمال حاجز موجود وعلى اليمين خلاص رحم. انا بس سعدت سعاده غامره باللقاء معاك النهارده، والحقيقه يعني اسلوب رائع جدا، وانا عارف ان انا عطلتك النهارده شويه بس لا يعني يعني انا زي ما بيقولوا ايه ما بصدق بقى ايه. لا يعني لا لا سعاده وكالعاده الاسرع عيني ما شاء الله يعني في النساء والتوليد. طبعا كل حاجه. لا وهو انا انا بقى في انا متعصب جدا الاسرع عيني وخصوصا في النساء والتوليد، لان انا اتعلمت على ايه اباطره الاسرع عيني الله يرحمه طبعا يعني دكتور اشرف رفعت رحمه الله ده استاذ الازاز، فلازم نفتكره بكل خير وندعوه كل رايه الفتحه لروحه طبعا اكيد. لا اساتذتنا كتير جدا وكلنا استفدنا منهم، وانا يعني ادين بالفضل طبعا القصر العيني ان انا اتعلمت فيه وما زلت بتعلم فيه لغايه دلوقتي، انا بقيت استاذ مساعد ولسه بتعلم لغايه دلوقتي. لا ما شاء الله. وسعيد ان انا بتعلم وبعلم. ما شاء الله. لا ما شاء الله. لا وانت بتعلم حلو. نورتنا. ربنا يخليك. يعني كل شكر وتقدير للضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه الكبيره الاستاذ دكتور حسن مصطفى جعفر استاذ مساعد امراض النساء والتوليد بكل الطب قصر عيني جامعه القاهره استشاري طب الجنين وزماله جراحه المناظير بجامعه كولومب المانيا، الاسم المتميز الرائع بهذا الاسلوب المتميز الممتع اللي دخلنا فيه رغم صعوبه الجزء اللي احنا شرحناه جدا، لكن انا عارف ان انتوا استفدتوا استفاده جباره لان انا بقيس على نفسي. نورت يا دكتور. وخليكم معانا، اوعوا تروحوا في حته ثانيه. اهلا بكم. في حاجات في الحياه عجيبه جدا جدا، يعني ان انت تلاقي حد يبدو سنه 20 سنه 25 سنه 30 سنه يا سيدي، وتكتشف ان سنه غير كده خالص، تكتشف ان سنه 60 سنه. الحاجات دي مش كتيره مش مشهوره وفي بلادنا قليله، بس بدات والله تبقى موجوده، لكن بره لا المساله مذهله. يعني في ناس بتهتم بنفسها فعلا وعندها برضو بيزك جيني جبار، بيزك جيني يعني كروموزوماتها بتديها هذه الفرصه. لكن تعالوا نشوف مع بعض قصه مهمه جدا لابارسا. ابارسا ديت هونجاسكولا اسمها كده، دي ملكه جمال العالم سنه 1965 في اواسط الستينات، وشايفين طبعا الصور بتاعتها، يعني نقول بس في الوقت ده كانت عندها مثلا حوالي 22 23 سنه بالكتير، وزي ما احنا شايفين ملامحها بمناخيرها بخدودها بشفايفها كلها جميله بلا شك جميله. أبارسا دي حصلت على التاج، ولكن بعد سنوات طويله الان في 2007 يبدو انها تستعد للمنافسه مره اخرى على التاج، والحقيقه هي دلوقتي اشد جمالا. تخيلوا دي سنها كام سنه في 2007؟ سنها دلوقتي 67 سنه في 2007 كان سنها 67 سنه، دلوقتي سنها عدى 70. زي ما احنا شايفين دلوقتي سنها الان بقى في الصوره الاخيره دي اللي احنا جايبينها، يعني دي فوق ال 70 سنه. طبعا زي ما احنا شايفين في الصوره الاولانيه اللي هي مكتوب عليها 2006
لو ل 2007 هنلاقي انه يد جراحين التجميل بلا شك امتدت لهذه الجميله واضافت لها الكثير. يعني شايفين الانف دي غير الانف الاولانيه بتاعت سنه حاجه و60، الخدود دي غير الخدود الاولانيه بتاعت سنه حاجه و60، اكيد الجبهه مفروده بشكل واضح جدا جدا. لكن البنت، بس البنت ايه بقى، الست قصدي الحاجه أبهرسة دي قدرت تحافظ على نفسها بلا شك بشكل يدعو اولا للاعجاب، ثانيا للغيره. نرجع تاني بقى، انا بقى هقول انه الان وهي جده وتدير منتجعا صحيا الان، فهي توجه دعوه او بمعنى صح تحدي لكل الجدات والامهات في مصر والوطن العربي بل في العالم، انتوا فين من أبهرسة؟ انتوا فين؟ طبعا في ناس يقول لك يا عم أبهرسة دي بشر في الاخر. الاهتمام بالصحه، الاهتمام بالبشره، الاهتمام بالتجميل، الاهتمام باطباء التجميل، وان انا اجيد اختيار طبيب التجميل اللي اروح له، لان دي مهمه جدا. لان اكيد أبهرسة ما سلمتش نفسها لواحد عمل لها مشاكل او لحد دمر لها وشها. هنا بقى زي ما انا بروح اختار عربيه بدقه او اشتري بيت بعد ما اسال عن كل تفاصيله او اشتري مسحوق تجميل بشكل معين براند، لازم كمان اختار بدقه من يستطيع ان يعمل لي ما يسمى بالصيانه الدوريه لكل جزء من جسمي عشان افضل دائما في شكل شبابي حتى وانا معدي 70 سنه. هنفهم اكتر يعني ايه كلمه التعامل مع الجسم البشري، وامتى يصل في مصر فكر البراندنج او البراند لفكر المصريين عشان يعرفوا يميزوا مين الجيد من مين السيء في عالم اصبح التداخل فيه كبيرا ومقيتا وكثيفا. تعالوا نرحب بضيف عزيز عليا جدا، بسعد جدا بلقاءاته. هو طبعا القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير، الاستاذ دكتور سامح الطاهر، استاذ جراحات التجميل، استاذ بكليه الطب والليزر، طبعا استاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، عضو الجمعيه الدوليه لجراحات التجميل، الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا، الاسم الكبير اكاديميا واكلينيكيا. اهلا بك يا استاذنا. اهلا بك يا دكتور ايمن. امتى يبقى جراح التجميل في العالم العربي براند نيم؟ هو بدا يبقى براند بالزبط. بس مش عند كل الناس، عن طبقه معينه، المثقفين بس اللي بيبذلوا مجهود، يس، اللي عندهم حب استطلاع، اللي عندهم بيفكروا في جسمهم ويفكروا ببشرتهم كانها استثمار، زي ما بيفكروا زي ما انت قلت بالظبط في شراء عربيه او في شراء بيت او حتى في شراء لبس او شراء براند معين من براندات مستحضرات التجميل. بكل اسف طبيعه الشعب المصري انه بيستسهل، وبالتالي بيبتدي ما بيبذلش اي مجهود عشان يعرف هو مين رايح لمين. لا، هو بيعتمد على الحاسه السادسه اللي عنده، ان هو هيروح يقول لك انا الدكتور ده ما ارتحتلوش. الموضوع مش موضوع ارتياح من عدمه، ممكن يكون الدكتور ده سيريس جدا، جد جدا، فني جدا، ومالوش في المداعبات، مالوش في الضحك، مالوش في بس هو بيوصلك المعلومة 1 2 3 4. عدم ارتياحك ليه نفسيا من عدمه، لا احنا مش جايين بنقيم الارتياح النفسي ولا عكس. معلش اعكس الصورة، لان الصورة المعكوسة مهمة جدا، انه كثير جدا من النصابين اللي ما يمتلكوش حرفية، ما انا ما قلت كمل انت بقى الجزء التاني. هو ده اللي عايز اسمعه، لانه بيعوضوا عدم حرفيتهم وعدم مهاراتهم بوسائل النصب، اللي هي بقى اللي الحوار الطويل، الحوار اللي فيه نوع من الصحوبية الشديدة جدا بالزبط. اللي هو بقى بيحاول يوصل درجة وتقليل حجم العملية اللي بتتعمل. يعني كل اللي هنعمله عمليات، اوكي، طيب ما ينفعش تحت اي بند ان انا احاول اقول له قدامي او اقنعه ان انا العمليه دي بعديها تاني يوم هبقى في الشارع وابقى كويس وابقى كاني ما عملتش حاجه. يبقى انت اوريدي ما عملتش حاجه لو انا جيت اقنعتك ان انا دلوقتي اعمل لك سي اي عمليه، اوكي، واقنعتك انك بعد يومين او ثلاثه هتبقى كويس جدا اكنك ما عملتش عمليه، يبقى انا فعلا هو دي الصحيحه بقى اللي هو ما بيقولهاش، يبقى انا فعلا ما عملتلكش عمليه، ما عملتش حاجه. عشان تنزل وتمارس مهم شغلك ومهم حياتك بعد يومين ثلاثه من اجراء اي عمليه، يبقى انا اوريدي ما عملتش عمليه، يبقى خلاص شكرا.
انت بتفكرني زمان بحاجه حصلت لنا يعني. معلش انا هحكيها لك لانها مهمه. اوكي. خدنا منهج الاحياء في سنه من السنوات في الثانوي، فروحنا يعني تعلمناه عند مدرس معين يعني بناخد. انا قلت فضحت نفسي قلت انا باخد دروس خصوصيه يعني، فشرح لنا من مذكره. فاحنا في اول ثلاث اربع محاضرات او ثلاث اربع حصص اتهيالي ان هو ده منهج الاحياء يعني، ثلاث اربع حصص. بعدين حسيت ان في يعني المساله سهله قوي. ايه الكلام ده؟ وبعدين لما رحت جبت كتاب تاني لقيت لا 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 ده هايف، ده ايه الكلام ده؟ ده احنا مطلوب منا حاجات تانية خالص وبتفاصيل. واكتشفت ان انا كنت هودي نفسي في داهيه لما لقيت الاخلال اللي هو ايه التبسيط المخل ده ممكن يودي في داهيه. طبعا طبعا هو تبسيط في غير موقعه. يعني العين اللي جاي لك ده من حقك، من حقه عليك انك تفهمه واحد اتنين تلاتة اربعة، لان هو عنده اشغاله وعنده بيته او عندها بيتها وعندها جوزها وعندها اولادها، اللي هي تبقى عارفة كويس قوي هي فترة النقام العملية قد ايه. ما تقنعنيش ان اي عملية في الدنيا سواء عملنا شفط دهون باعتبار ان الناس كلها بتقول مش انا، ان عملية شفط دهون من العمليات السهلة والبسيطة، واللي هو العين بيبقى زي الفل تاني يوم وينزل البحر بعديها باربع خمس ايام ويروح يصيف. لا طبعا كل الكلام ده كلام فاضي. يبقى انت فعلا ما عملتش شفط دهون كما ينبغي. انت دخلت شلت لك 300 سنتي 400 سنتي لتر بالكتير قوي، مش هيأثر كتير قوي في وجع العيانة وخلاص، ولا هيأثر في شكل العيانة، وخرجت العيانة بعد كده بتمارس مهام وظيفتها زي ما هي عايزة، لانك انت اوريدي ما عملتش العملية اللي هي جاية لك عشانها، او الايماجينيشن او التخيل اللي هي جايه لك عشان تخرج بيه من عندك. بس فهي المصداقيه طبعا لما بتفقد دي بتبقى كارثه كبيره جدا. نعرف مين بقى المصداقيه بتاع الدكتور ده من عدمه؟ والله انا عندي في مؤشرات، زي ما انا دلوقتي حضرتك عايز تلبس حاجه معينه بتروح لبراند معين، والله متاخد عن طريق السمعه او عن طريق الشهره، تمام؟ وابتدي انقي اختار، مش كل في البراند هيناسبك، لا ده انا اختار اللي بيليق عليا انا، اشوف ايه هو اللي انا عايز اجيبه، ابذل مجهود شويه، اتصفح الانترنت واشوف الراجل اللي انا رايح له ده، اسال في الجمعيه المصريه لجراحات التجميل واحد اتنين تلاته اربعه، ما في ريفرنس اسمه الجمعيه المصريه لجراحات التجميل. بالظبط كل الناس اتفقت، كل الاساتذه الكبار اتفقوا على هذه الجمله. بالظبط برضو الانترنت في اجزاء وغير صحيحة. غير جراحات التجميل في الجمعيه المصريه لجراحي الجراحه العامه، في الجمعيه المصريه لجراحي العظام، في وهكذا، في كليات الطب المعتمدين اللي هم محدش هيروح لهم غير ويبقى واثق ان هو رايح لحد محترم، حد بروفيشنال في شغلته، وبالتالي اقل ما والحاجات الكوارث اللي حصلت وبيجمعوا، وتقريبا انت بتجمعهم في اوقات معينه، تديهم اوقات معينه اللي هو مجموعه النهارده مجموعه الكوارث قاعدين النهارده نصلح في الكوارث. فعايزين نرجع بذكرياتنا للكوارث في كل حاجه. هبدا بالبوتوكس، هتقولي صح وتقولي وعندما كان هناك كوارث كان في مثل كذا وكذا وكذا. هو الكوارث طبعا من غير المتخصصين. البوتوكس هو عباره عن ماده بتحقن عشان تعمل ضعف العضله. بحقنا اول ما ابتدوا تخترع البوتوكس ده اخترعوه في السباستس. السباستيستي اللي كان بتيجي السيريبرال بولس. سيريبرال بولس يعني تمام، بتوع المخ والاعصاب التشنجات. بالظبط. بس كانوا بيحقنوا اكتر من 30 مللي، ده كميه رهيبه جدا عشان العيان يبقى ريلاكس شويه. ريلاكس. فاحنا ابتدينا نستغل هذا الموضوع عشان نضيع اشهر حاجه بتقال عليهم ال 111، تمام. وابتدى بعد كده يقول لك طب انا عايز ارفع الحاجب شويه، طب انا عايز اشيل التجاعيد اللي موجوده عندي في منطقه الجبهه. فبدينا نحقن البوتوكس عشان يعمل ضعف. كتير قوي من الناس يقول لك هو شلل العضله، انا ما بقولش شلل، لان الشلل ده حاجه دائمه، اللي بيحصل مع البوتوكس ده حاجه مؤقته وبتروح بعد من 4 لـ6 شهور. طيب ابتدينا نحقنه، ابتدى يجيب معانا نتائج كويسه قوي سواء في التجاعيد اللي موجوده فوق الجبهه او التجاعيد اللي موجوده عند 111 او حوالين العين. ابتدينا نحقنه في حاجه مهمه جدا اسمها جامي سمايل، بنوته من البنانات بتضحك، فعندها شويه ان الجزء العلوي الفك العلوي طالع شويه اللي هو بيسموه ضب يعني طالع شويه، فلما تيجي تضحك اللثه نفسها من فوق الحمراء بتبان. فبدينا نحقن البوتوكس بتاعنا في اماكن محدده عشان يبتدي ان هو يعمل استطاله للشفه العليا، وبالتالي تبتدي البنت تضحك من غير خجل ومن غير كسوف عشان ما تبانش مش سنانها بقى ما تبانش اللي هي الجزء الاحمر اللي موجود من اللثه نفسه.
ده استعمالاته اللي موجودة في الوجه. كان بيحصل ايه؟ كان بيحصل اكتر حاجة خالص كان بتحصل اللي هو سقوط في الجفن. سقوط في الجفن ممكن يبقى سقوط مستعمل في عين واحدة او بيبقى في الجفنين الاثنين، ودي طبعا بتبقى الكارثة. معظمهم بيحصل في جفن واحد اقل بكتير من الجفن الثاني. في عيوب طبعا في الدكاترة الغير متخصصين وبيحنوه في العضلة، فبالتالي بتسبب ان الجفن ده يسقط. وفي برضو عدم في ممارسات معينة من العيان برضو بيزود فرصة الإصابة هذا الموضوع. يعني التدليك المستمر بعد ما نحقن البوتوكس ممنوع تماما. ان انا اوطي او اسجد او اجيب حاجة من على الارض لمدة 4 لـ6 ساعات يوميا برضو يعتبر ممنوع. هي قصة كلها انا سايب البوتوكس يمسك في النسيج العصبي اللي هو الموتور اند بليت في الاخر عشان يبقى محكوم في هذا المكان ما يبقاش منتشر في القصة كلها. برضو ممنوع ان انا ادي احقن بوتوكس اثناء ما يكون الوش مورم. يعني لو عامل مثلا عملية شد جفون، طبيعة شد الجفون ان انا عندي الوش كله بيبقى مورم، ما الوش بقى تحت الجفون وفوق الجفون، لا الوش كله عادة كتفاعل من ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الوش كله مورم. لو حقنته في وجه مورم المادة كلها هتذهب الى اماكن مختلفة خالص، فممكن تعمل لي كذا مشكلة انا مش قصدها ومش عايز اعملها، فابعد خالص عن القصة دي كلها. الغير متخصصين والغير بروفيشنال هم ما يعرفوش حاجة عن الكلام ده كله. هو من اصعب الحاجات اللي انت بتعمل معاها انك انت كيفية التعامل مع المضاعفة نفسها. مش تعمل عملية، ما اي حد هيعرف يعملها. افتح الكتاب وامشي 1 2 3 وفتح ايوه لا هو ده اللي بيحصل عندهم. افتح الكتاب افتح في المشرط صفحة كذا، اللي مش عارف الجلد صفحة كذا وهكذا. طب اوكي عملت العملية وطلعت الى حد ما معقولة وحصل مضاعفة معينة بسيطة شوية ورم وزرقان والكلام ده كله المفروض بيحصل على طول، هتتصرف معاه ازاي؟ انت ما تعرفش، انت قريت نص الكتاب اللي يهمك انك تخلصه، اعمل العملية وشكرا. وبعد كده العيان مهما حصلوا مضاعفات انت مش مسؤول عنه او ما بتعرفش تعمل له حاجة تاني، فبتوقع نفسك اكتر واكتر. المادة التانية المشهورة جدا اللي احنا بنحقنها برضو في الوجه بس اسمها فيلر. هي جي اسمها فيلر تو فيل، ان انا بملى. هي اسمها العلمي هايلورونيك اسيد او مادة تانية بتستعمل اسمها بوليساكارايدز. الفيلرز اللي بتستعمل محدش من اساتذة التجميل على درجة عالية من التقنية بيستعمل غير الفيلر اللي هو بيروح بعد 9 لـ12 شهر اللي هو بنقول عليه تمبري اللي هو غير دائم. لان ده بيعتبر زي نسيج كولاجين بيتحقن في طبقة معينة موجودة تحت الجلد وابتدي وانا طالع ابتدي احقنه لهذا عشان اعليه شوية. وبالتالي بملى بيه الاجزاء اللي موجودة حوالين الجزء بتاع المناخير، بملى بيه الخدود لو انا عايز، بملى بيه المارونيت لاين اللي هو نازل من عند الجزء بتاع الجانبي الفم نفسه. يعني بعمل تدوير الوش لو انا عايز اعملها خدود والخطين والخطين الموجودين عندي حوالين الفم. المصيبة بقى الاكبر من كده الاسترخاص. ده سعره الى حد ما غالي نسبيا بس امن تماما. هو مش غالي قوي على فكرة، يعني بالنسبة لمتوسطي الحال معقول. مش زي الفل. معقول. هي بقى الزيادة في وحتى الطمع. وحتى اللي هو يعني المتوسط يعني الموظفين ممكن لو يحوش لو شوية. لو حقنة او حقنتين لا يعتبر سعر معقول طبعا. الحلاوة ان هو يكون حقنة او حقنتين. بالظبط. الطامعين بقى في الحاجات دي كلها لا بتحقن مادة تانية اسمها بيرمننت فيلر. البيرمننت فيلر ده بيرمننت يعني دائم. دائم. بيقنعوا العيان انا هحقن لك حاجه هتفضل معاك طول العمر. صح؟ هو فعلا هيفضل معاك طول العمر. البيرمننت ده سعره السنتي منه بيعتبر تقريبا حوالي سعره ربع سعر انبول الفيلر العادي. فربع السعر او خمسه وساعات بيوصل لواحد على 10. تمام؟ فعمليه مربحه جدا. طيب بيعمل ايه بقى؟ طبعا هو بيبيعه زي الفيلر ويمكن اغلى. يعني حتى لو باعه اقل شويه هو كسبان فيه اضعاف. بيعمل ايه بقى؟ 50% من العيانين اللي بتحقنهم البيرمننت فيلر ده تمام؟ هو قبل بس ما اقول النسبه دي هو ده بيعتبر ماده اكليريك. ماده سيراميك. السيراميك اللي احنا بنستعمله
في الأرضية والأكليريك اللي احنا بنستعمله في البانيو، انا ده كلام على فكرة علمي بحت، بنستعمله في البانيوهات، هي دي المواد اللي بتستعمل في هذا الفيلر. بتحط بانيو في وشها بالظبط، او بتحط سيراميكا في وشها. سيراميكا في وشها بالظبط. يقول لك وش، فهي بمنتهى البساطة لو جبت لوحة سيراميك او جبت شوية جبس تمام، ده الفيلر زمان، ده الدائم، خلي بالك والكلام ده على الفيلر الدائم. كانوا حد بيفتح دلوقتي التلفزيون، كنا زمان نجيب شويه ميه ونحطه كده نلاقي فوران، صح؟ على الجير الحي، مظبوط. هي ماده الجير الحي بتستخدم، وبالتالي 50% ممكن يعدوا سنه سنتين ثلاثه بسلام، و50% الثانيه بيحصل عدد لا حصر له من الالتهابات والخراج والفتح والتليف في الوجه، يستحيل معاه ازاله الماده ويستحيل معاه معالجته بعد كده. ادي اللي مش متخصصين، مش ما ينفعش اقول، هنقول ايه تاني؟ خلاص هقول، هنقول ايه؟ ما هي يعني من خلال برنامجك ده، ما ينفعش يا جماعه نستعمل الماده البيرمننت كفيلر لحقن الوجه على الاطلاق، ده ممنوع منعا باتا، حتى لو هي سعرها ببلاش، لان مصايبه هتدفعك فوق السعر اللي دفعتيه عشرات بل مئات المرات، ومش هنوصل لحاجه. صح، انا شفت حالات كده بالظبط. عايزين برضو نظبط اسمها ايه، انهرسة، ايه مين، ابارسة، ابارسة، ابارسة برضو، ابارسة لو كان على ايامها كانت هتستعمل حاجة تالتة برضو. احنا لسه ده كله بتدرج، ما دخلناش في العمليات، فبنمشي بتدرج طبيعي خالص بالظبط. نبتدي في الخيوط الجراحية، او الخيوط اللي هي اسمها الابتوس، او الخيوط اللي مشهورة قوي اللي هي الخيوط الذهبية او الخيوط الفرنسية. برضو الخيوط الفرنسية او الخيوط دي كلها هي عبارة عن خيط عامل زي فرع الشجرة، ليه اطراف معينة من ناحيتين، بدخله من ناحية الملساء وشده بالعكس، وبالتالي بيديني قوة شد. بس ده لا يستعمل غير في السن الصغير، ولا يستعمل غير عشان اشد بيه ترهل بسيط، لكن عشان اشد بيه ترهل جامد لا، بيقعد من 6 شهور لسنة وبيرجع مرة تانية. الصورة اللي احنا شايفينها دي عدد الخيوط على الاقل من 5 ل 6 خيوط عشان نرفع كل حاجب منهم وازيل التجاعيد الموجودة دي كلها، وبخش من نقط طبعا غير مثبتة غير مرئية موجودة ورا خلف الشعر، ابتدي ان انا اشد برضو الخطين الموجودين على جانبي الانف بواسطة الخيوط الذهبية او الخيوط الفرنسية اللي احنا بنتكلم عنها. برضو استعمال غير المتخصصين ليها يعتبر انها بتجيل عيانة، لما تيجي تضحك تحس ان وجدها مشدود اكنه حبل غسيل حد شده، ودي شفتها بدل مرة مرات كثيرة جدا، انه حقن في طبقة سطحية جدا، فبتيجي تضحك بتحس ان العيانة مركبة كمانجة في وشها. لا يعني الطب مش بالعافية، مش بالعضلات ولا ولا هتعلم، هو ولا تعلم، هو تعلم وخبرة ورؤية وتشوف عيانين وتبتدي تتعامل معهم بحرص جدا. لا هو انا بقول برضو الطب مش مسألة، الطب مش انك تفتح بالظبط بالظبط. طيب شد الجبهة بقى، شد الجبهة، جات لي عيانة على افتراض انها متقدمة شوية في السن، التجاعيد اللي عندها تجاعيد تعتبر كتيرة قوي، بتبقى من كتر ما هي كتيرة بتبقى عاملة خطوط في الجلد نفسه، فده مع البوتوكس ومع الفيلر ما بيتحسنش، زي الخطوط اللي احنا شايفينها دي كده. أنا بعمل إيه؟ بفتح فتحتين موجودين في فروة الراس عشان ما يعملوش بعد كده بنفس الشكل ده. كنا زمان بنفتح الراس كلها بالعرض عكس كل الكلام ده كله، كان جرح كبير قوي. دلوقتي بقينا بنستعمل الجرحين الصغيرين دول، وابتدي إن أنا أدخل حاجة تسلك لي كل العضلات الموجودة في الجبهة دي، وابتدي أدخل خيط أوصل بيه لحد الآخر خالص في نقطتين معينين عند الجزء بتاع الجفون، وابتدي أشد منه الحاجب زي ما احنا شايفين كده، فبيترفع الحاجب معايا لهذا المقدار. أثبت الخيط التاني في الجزء بتاع الجبهة عشان أوصل من الشكل ده للشكل ده. دي بقى عملية بتتميز عن البوتوكس انها لا، عملية طويلة قوي، عملية بتقعد فترة طويلة على بال ما ترجع تاني، على الاقل من 6 ل 7 ل 10 سنين على بال ما ترجع مرة تانية. في بعض الناس بيفضلوها، لان في ناس ملهمش انها تروح تعمل حقن بوتوكس كل 4 ل 6 شهور، فبتقولك لا انا عايزة حاجة تفضل معايا فترة طويلة، او في نفس الوقت التجاعيد جامدة قوي البوتوكس مش هيحللها المشكلة. الجفون شدينا، شدينا الجبهة، فاضل الجفون. الجفون عندنا مشكلتين، يا اما الجفن العلوي يا اما الجفن السفلي.
الجفن العلوي بنفتح ربنا خلق لنا زي خط موجود لما كل واحد غمض عينه في المرايه وتبص بالثانيه هتلاقي فيه الجفن موجود عندنا، فده بنستأصله وبنشيله بسهوله تامه. ده الجفن السفلي، انا بفتح ملاصق للرموش تماما، جرح ما بيبانش، ابتدي افتح عشان اوصل لحد الحاجز اللي موجود تحتيه الدهون اللي انا عايز اشيلها، ابتدي ان انا افرغ الجفن السفلي من الدهون زي ما احنا شايفين كده بالظبط. لازم بعد ما اخلص العمليه دي ارجع الحته اللي احنا شفناها قبل الجلد، ارجعها تاني واخيطها كويس قوي، وبعدين اشد الجلد واشيل الجزء المترهل فيه. ادي الغرز بتاعتي، ما بقيناش بنعتمد على كميه الغرز دي كلها، هم غرزتين ثلاثه بيقفلوا الجفن وخلاص. في طريقه تانية لو انا عندي الجلد مش مترهل، عندي مجرد بس اكتظاظ بالدهون، اخش من جوه العين نفسها من عند الكونجنكتيفا واشيل الدهون بس وارجعها تاني، عشان انا في الاخر ما بقاش فتحت الجلد او شلت حاجه من الجلد لو هو الجلد مش مترهل، بتظهر في الاخر عندنا بهذا المنظر اللطيف. العمليتين دول سواء الجفون او الجبهه، العينه بتقعد لها مثلا حوالي اسبوع، حاطه بلاستر خفيف، في شويه زرقان موجودين ما قلناش لا، في شويه تورم موجودين، بتبتدي تمارس مهام عملها بعد اسبوع ل 10 ايام في شغلها او عشان تنزل عشان تروح، بس ما يمنعش انها تروح المشاوير الارجنت جدا بنضاره شمس وتستعملها وهي نازله وهي طالعه وهكذا. يعني عمليه من نتائجها رائعه. ما بنقفلش العين بالكامل، احنا يا دوب بنحط شرايط بلاستريه على اللي هي الجزء بتاع الجروح اللي عندنا. الرقبه بقت مشكله دلوقتي، لان كتير من الناس مع السمنه بيظهر عندهم منطقه اللغط. يا وفي ناس من غير سمنه على فكره. بتبقى وراثه. بتبقى وراثه. او سن متقدم. يعني بتلاقي جسم كويس مش سمنه جامده بس عنده لغط. بس عنده لغط بتبقى سن متقدم وتبقى وراثه. هي بالظبط العلامات اللي بنعلمها دي مش علامات عشان نفتح فيها، لا. ده هي علامه معينه وتبقى اصغر من كده بكتير. بنخش نشفط كل الدهون الموجوده في هذه المنطقه. طيب. بعد ما شفطنا كل الدهون الموجوده دي في المنطقه، احنا ما حلناش لسه المشكله الاساسيه اللي هي الترهل اللي موجود عندنا. بعد كده بنخش على عضله اسمها عضله البلاتيزما في هذه المنطقه زي ما احنا شايفين كده، وبنقص زي مثلث من هذه العضله، وبعدين ابتدي ان انا ارجع الجزء اللي انا قصيته تاني مع بعضه، اهو شديت على بعض بحيث ان انا شلت كل الجزء بتاع اللغد اللي موجود عندي من الدهون، وفي نفس الوقت شديت الحاجز اللي انا عندي بنفس عمليه شد البطن بالظبط. انا شلت الدهون الاول وبعدين لازم احط حاجز بقى يشد لي بقيه الترهل اللي موجود. ممكن اعملها لو انا عندي برضو نصف الجزء الاسفل من الوجه مترهل، فبفتح فتحه حوالين الاذن والف وراها وابتدي اشد الجزء بتاع الفك، وابتدي ان انا اشفط الدهون الموجوده عندي تحت الدقن نفسها اللي موجوده. ودي كتير من الناس بتطلبها دلوقتي، اللي هي تقول لك انا عايزه رقبه وفك نفرتيتي. تمام؟ مشهور التعبير ده جدا. هو احنا ما بنقولش فك ورقبه نفرتيتي، لا، بنقول ان احنا كل ما احنا شلنا الدهون الزياده من على الفك وحسنا الجزئيه بتاعت البولدوج اللي احنا كنا بنتكلم عنها، تمام؟ لا، بيبقى شكل الفك احسن وانسيابيه الفك وعلى الوجه افضل بكتير، مع شد الرقبه طبعا بيبقى موجود، دي حاجه بتبقى كويسه قوي قوي، وبتخلي شكل السيده بيبدو اقل من سنها بكتير قوي، ما بيبانش عليها السن، لان احنا عندنا علامات لظهور السن المتقدم. في بعض العيانين بيبتدي يظهر التجاعيد دي في وقت بدري قوي، بتديها سن كبير قوي، غير كده لا، بنحاول نرجع الموضوع ده مرة تانية إلى سابقة عودته مرة قبل كده. الأنف ومشاكل عديدة، والأنف لوحده عايز حلقة بس احنا عايزين مجازة. يعني هو والأذن، يعني الاثنين كل واحدة برضه، الأنف والأذن ساعات الاثنين بيبقوا موجودين في نفس المريض، يعني تلاقي أنفه فيها عيب وأذن وفيها مريض بالظبط. هي كلها بتلعب على جينات معينة، فممكن يبقى الجين ده موجود وده موجود عيب في الكارتلج بالظبط كده. الأنف بقى، الأنف من ضمن الحاجات اللي انا بسميها سيمفونية الوجه. هي بتلعب دور رئيسي، لان هي المنطقة اللي بتلفت نظر اي حد وهو بيكلمك، هي منطقة العين مع الانف.
دي الطريقة اللي هي اللي احنا بنقول عليها طريقة الأوبن اللي هي المفتوحة عشان أعالج الأنف، ودي بتستعمل في كل حالات الأنف بما فيهم الحالات السنوية اللي هي عاملة قبل كده أي إصلاح للأنف. أبتدي أفتح الفتحة دي كلها، أنا مش باين عندي خالص غير الفتحة اللي ما بين منتصف الأنف بالظبط، وأبتدي إن أنا أسلك الجلد كله عشان أوصل إلى الغضروف وأوصل إلى الحاجز الأنفي والعظم. أبتدي أشيل من الغضروف وأشيل من الأنف، لأن الأنف عندي فيها كذا مشكلة. أول مشكلة هي الهوك اللي هو العظمة الخطافية اللي تبقى موجودة فوق ده اللي هي اسمها الهامب. الهامب دي مهمة جدا إن أنا أشيلها، وبعدين أبتدي أكسر العظم عشان أرجعه لمكانه الطبيعي مرة تانية. المشكلة التانية إن أنا عندي الأنف المعقوفة اللي هي التب نازلة عاملة زي على الشفة بالظبط. الجوش اللي هي الأنف بيسموها الأنف اليهودية. اليهودية ابتدي ان انا عايز ارفع الحرقوفة دي بتاعت الانف او مقدمة الانف الى فوق بمقدار معين. تمام. الجزء الاهم ان انا عندي اللي هي الجزء بتاع الانف تبقى عريضة، فدي بضطر اشتغل على العظم مع الغضاريف في ان واحد. وبرضو بعض العيانين كتير منهم بنشتغل على الحاجز الانفي معهم، لان الحاجز الانفي بيبقى طويل، لان زي ما حضرتك تفضلت قلت كده ان هو بيبقى ضعيف في الغضاريف الموجودة، فبيأثر على الغضروف بتاع الأنف السفلي وبيأثر على الحاجز الأنفي الغضروفي اللي موجود فيه. فبنضطر نشتغل على ثلاث حاجات، العظم مع الغضاريف مع الحاجز الأنفي، عشان في الآخر أطلع أنف شكلها إلى حد ما معقول شوية. عظيم جدا. الأذن الخفاشية مشكلة في الأطفال يعني كتير قوي، والكبار والكبار بيفضل ساعات. في ممثلين على فكرة مشهورين منهم سوبر ستار لغاية دلوقتي عندهم الأنف الأذن ما صلحوهاش، بس مش مقصرة معانا، عادي بنحبهم. لا هي كده هو تعايشوا بيها على كده، وغالبا لو هم يعني فكروا يصلحوها مش هناخد بالنا، هيبقى شكلهم مش هناخد بالنا بالظبط. يعني هي مش باينة، بس مش باينة قوي على فكرة. لا في ناس باينة، في ناس باينة، في ناس باينة قوي، عشان احنا يمكن عشان انت عشان جايز عشان انا متخصص شوية. يعني ممكن الانف سهل اصلاحها، الاذن عارف الاذن سهل اصلاحها. لو خدت المقاسات دي لو المقاسات اللي احنا كنا حاطينها على الشاشة دي خدناها في اعتبارنا يبقى سهل جدا اصلاحها. هي قصة كلها ان الكونفجريشن التشكيل بتاع الودن ده ما بقاش موجود، فبقت حاجة اسمها الاذن الوطواطية او الاذن الخفاشية، ان الودن كلها بقت حتة واحدة ما فيهاش اي ملامح خالص موجود. دي حالات زي حالات انت عملتها زي ما موجوده كده، اللي هي الصوره اللي قدام اللي هي الودن طلع قدام لبره خالص. احنا بنعيد تشكيل الغضروف مره تانية عن طريق جرح. دي واضحه قوي الصوره دي، دي من غير اي تفاصيل. والودن ما فيهاش اي تفصيله خالص. دي بقى تبقى ودن فيها تفاصيل بتاعتها، فبالتالي الجرح بتاعي بيبقى خلف الاذن. ببتدي اشتغل كل شغلي من خلف الاذن، جرح مستتر تماما ما بيظهرش في اي حاجه خالص، بيتخيط، العيان بيفضل ببندانه لمده اسبوع، وبعد كده بيبتدي يخلع البندانه ويلبس زي بندانه التنس بس على ودانه عشان تخلي الغضروف في مكانه فتره معينه. كنا ساعات يعني ايام النيابات وايام مدرس مساعد ومدرس، كانت مثلا السيدات اللي هم في النساء لما يجوا يشتكوا ان الابن لسه مولود دلوقتي عنده هذه النوعيه من الاذن، فكنا نفضل فعلا ان البسيه على طول بندانه موجوده عليها، لان احنا ما بنعملش العمليه دي اقل من السكول ايج، يعني اقل من 4 سنين ما بنيش نعمل العمليه دي. سن سنتين وسنه لا، بنسيب لحد ما يكتمل النسيج الاذني خالص موجود، وبعدين نبتدي نشتغل فيه عشان يبقى فيه نمو موجود في الاذن. هو بيوصل لاربع خمس سنين ده 90% من الاذن اتبنت، فخلاص فاحنا مش محتاجين وقت تاني عشان نعمله. والحاجه الاكبر من كده ان احنا بنحب نعمله في هذا السن قبل ما يدخل المدرسه، لان بيلاقي كميه من التريقه وكميه من السخريه من اقرانه، وبالتالي بيبقى معرض لحاجات مشاكل نفسيه كتير قوي. كل الشكر للتقدير الضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور سامح الطاهر، استاذ جراحات التجميل والليزر، استاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، عضو الجمعيه الدوليه لجراحات التجميل، الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا. سعاده غامره وزياره ده عزيزه. انا الاسعد والله. وي ويل بي باك. حبيبي عن دايره، هي فين الدايره دي؟ في اللوحه. هي فين اللوحه دي؟ على الحيطه يا ابني. بسم الله ما شاء الله، هو في حيطه كمان؟ ركز يا عنطر، الدايره دي فتحتها منين؟
عليك، احسنت يا ابني والله. عيون 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 كل العالم عيون. كل دي عيون؟ ربنا يحفظنا من شر العيون وامراض العيون. طب الناس بتحمي نفسها من شر العيون بالخرز الزرقاء والكفوف الزرقاء، لكن أمراض العيون اللي بتيجي فجأة واللي غالبا بيكون سبب فيها الناس برضو بأساليب حياتهم الغلط، زي القعدة قدام الكمبيوتر بالساعات، بتلاقي الواد قدام الكمبيوتر 4-5 ساعات، ولبس العدسات من غير استشارة الدكتور، خصوصا في المناسبات السعيدة اللي بسبب العدسات ممكن تقلب لمناسبات تعيسة. يا ناس، العيون دي نعمة من نعم ربنا علينا، لازم نحافظ عليها، ولما يحصل أي حاجة نروح لمين؟ أكيد لدكتور العيون. تعالوا نشوف مع بعض هذا المرض المثير للغاية، يعني كلام مهم جدا يا جماعة، وكلام لكل بيت وكل أب والأم وكل أم، عشان ما يحصلش اللي احنا شفناه ده. لما هو في حيطة، يا سيدي في حيطة، في ولاد كتير جدا 4-5-6 سنين ما يعرفوش ان نظرهم ضعيف واهلهم كمان مطنشين. طيب ايه بقى القرنيه المخروطيه؟ تعالى ندخل في هذا الموضوع المهم جدا والكلام شديد الاهميه وشديد الصعوبه، وطبعا مفيش احسن من الضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في كليه طب جامعه عين شمس، طبعا واحد من ابرز اساتذه العيون في مصر والوطن العربي، اسم كبير مصري عربي عالمي ما شاء الله، يعني ابحاث وشغل كلينيكي وشغل اكاديمي حدث ولا حرج، ومحاضر محاضر من الطراز الاول، ودي قيمه علميه كبيره جدا. طبعا القيمه العلميه الكبيره والاسم اللي بنفتخر بتواجده معانا هو الاسم الكبير الاستاذ الدكتور احمد عساف، استاذ طب وجراحات العيون بكليه طب جامعه عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه بلندن، الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا، صاحب التواجد والكاريزما الكبيره للغايه الجماهيريه اللي احنا بنفتخر بها في كل مكان. اهلا بك. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. ايه القرنيه المخروطيه دي؟ ده حاجه صعبه خالص. قبل ما اتكلم عن القرنيه المخروطيه احب بس بنعلق على الفيلم، وحضرتك قلت ان ممكن الاطفال ما يبقاش عارف ان نظره ضعيف، فدي استغل بس الفرصه دي ان احنا بنحب نكشف دايما، نفحص نظر الاطفال تحديدا، او نفحص الطفل، نكشف نعمل كشف على عين الطفل عاده قبل سن المدرسه، يعني 5-6 سنين، حتى لو ما بيشتكيش من حاجه. ايوه، يعني هو من ساعه الولاده لغايه 5 سنين أو 6 سنين، طالما ما الاب او الام ما لاحظوش حاجه غير طبيعيه في الطفل من ناحيه التواصل مع اقرانه اللي حواليه، او بيشوف كويس، بيعرف يلعب كويس الحاجات اللي قدامه، بيتفرج على التلفزيون مش بيقرب منه قوي قوي، طبعا احنا عارفين كل الاطفال بيتقرب، بس لو بعدته شويه صغيرين بيصر ان هو يقرب تاني، بنشك ممكن يكون نظره ضعيف. حاجات التلفزيون دي مهمه قوي. طبعا هي كل الاطفال كده طبعا. ما بقولش ان ده مش معناها ان هو في مشكله في النظر، بس بتخوفنا ممكن يكون الطفل عنده قصر نظر، هو طبعا مش قادر يعرب يعني يعبر عن المشكله اللي عنده. حتى لو الطفل ما بيشتكيش خالص، وحتى لو الاب والام ما بيلبسوش نظارات خالص ونظرهم 6-6، وارد جدا ان الطفل يكون نظره ضعيف وهم مش عارفين، والطفل نفسه كمان مش عارف انه هيعرف منين نظره ضعيف. هو اتولد شايف بمستوى نظر معين، خلاص بنى خبرته كلها ان هو شايف على بعد، بدل ما يشوف 6-6 شايف 6-60 مثلا. فبيتعامل المخ طبعا، عنده القدره ان هو يتعامل مع حده الابصار المنخفضه دي ويعيش بيها. يخش المدرسه بعد كده، هو تلاقي جاي ريبورت من المدرسه، او جاي مشكله، او ينادوا الاب والام تعالوا ابنكم بين الغلط من على السبوره، او بيشوف حاجه مش مظبوطه او كذا، او في عنده مشكله في النظر، فييجوا بعد كده يشوفوا. هو الحته المهمه قوي ان هو بيتخانق عشان يقعد في الدكه الاولانيه، يعني ده في الجيل بتاعنا بقى كان كده، كان يعني بالعافيه عايز اقعد في الدكه الاولانيه، ممكن مش شايف بالعافيه وخلاص. هو مش شايف. فهو عشان نقطع الشك باليقين، يستحسن الطفل، اي طفل، يتشاف قبل سن 6 سنين، قبل ما يخش المدرسه. طبعا في ناس بيدخلوا مدرسه عند 4 سنين، بس ده يعني احنا بنتكلم 5-6 سنين، الطفل لازم تعمله فحص. انه في ناس كتير بنكتشف ان اطفالهم محتاجين نظاره، وهم الاب والام ما بيلبسوش نظاره، بيبقوا مستعجبين جدا. طب وايه السبب؟ طبعا في عوامل وراثيه، قد يكون الجينات مش ظاهره في الاب والام وتظهر في الاطفال، فده مهم جدا. فدي حاجه بس احب اعلق على الفيلم. موضوع القرنيه المخروطيه، احب اطمن الساده المشاهدين، ما بيظهرش في الاطفال. دي رقم واحد. يعني ممكن جدا ان مش معنى ان الطفل مش شايف ان هو عنده قرنيه مخروطيه، لا، هو عاده زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه بيظهر عند سن البلوغ، عشان كده سموه مرض الشباب.
ده بيبقى برضو ملوش سبب محدد، بيبقى نتيجة ضعف في أنسجة القرنية. فالأنسجة القرنية بتتمدد وبتاخد شكل المخروط، بدل ما يبقى شكلها زي نص دايرة هو الطبيعي اللي هو الجزء الخارجي من العين، بيبقى على شكل مخروط، ما بتبانش بالعين المجردة شكل مخروط، لكن بتبان طبعا بأجهزة اللي هي بنشوف بيها تخطيط القرنية نفسها أو بنفحص بيها القرنية. المخروط اللي هو عامل كده بالظبط، هو عامل زي القمع كده، القمع كده فوق. طيب ايه المشكلة لما يبقى تحول من الشكل الدائري الطبيعي بتاع العين أو القرنية إلى شكل المخروط؟ يخلي الأشعة اللي داخلة جوه العين تشتت، فتعمل نوع من أنواع ضعف الإبصار اسمه أستجماتيزم أو اللانقطية، يعني الأشعة اللانقطية. يعني أستجماتيزم يعني نفي باللاتيني، استجما يعني نقطة، إزم يعني ديزيز، مرض اللانقطية ده الترجمة الحرفية بتاعته. وهنا معناها أن الأشعة مش هتتجمع في نقطة واحدة، هتتجمع في كذا نقطة جوه الشبكية. المخ يترجم الكلام ده في صورة انحدار في مستوى الرؤية ومش شايف كويس. فدي مشكلة. المشكلة التانية كمان بيعمل كمان قصر نصر، يبقى أنت حركة مريض القرنية المخروطية عنده مشكلتين، مشكلة اسمها استجماتيزم ومشكلة اللي هي قصر نصر، فمش شايف كويس بسبب الاتنين دول، مش شايف كويس. وللأسف القرنية المخروطية نتيجة ضعف أنسجة القرنية بتتزايد مع الوقت، كل شوية نظره بيضعف. الكلام ده ما بنعرفوش إلا عن سن 15 16 سنة 17 سنة، يبتدي النظر كده يحس إن في تغير في النظر سريع، يعني غير النظارة، يعمل نظارة مثلا وبعد بدل ما نغير النظارة كمان 6 شهور أو سنة تلاقيه شهرين وحس النظارة اللي كان عاملها شايف فيها كويس، ما بقاش شايف بيها كويس وبيشتم في الدكتور يعني. لا لا لا، دي على طول على طول، الله يخرب بيته او يخرب بيت اللي عمل لي نظاره، بس هو كان شايف بيها كويس، ما كانش شايف بيها، بس هو يخرب بيته برضه، هو ما فيش كلام ما خدش باله ليه. واول محل اللي عملت عنده نظاره، فهو ده اللي بيشككنا ان الشخص ده عنده قرنيه مخروطيه، وبنطلب شويه فحوصات، لان ساعات في المرحله الاولانيه صعب تشخيصها كلينيكيا، بنشخصها طبعا بشويه فحوصات مخصوصه عشان نقول الشخص ده عنده قرنيه مخروطيه ولا لا. كان زمان علاج القرنيه المخروطيه هما كان يعني حاجتين، نظاره، او لو الموضوع تطور او للاسوء ترقيه قرنيه، عمليه ترقيه قرنيه، يعني حاجه بسيطه قوي نظاره واكتر حاجه ترقيه قرنيه. دلوقتي بقى في النص حاجات كتير قوي ممكن نعالج بيها القرنيه المخروطيه. في عندنا دلوقتي زي ما حضرتك قلت العدسات اللاصقه، يعني في المراحل الاولانيه خالص ممكن يلبس عدسات لاصقه، بس عدسات صلبه، ما بتبقاش عدسات لاصقه لينه زي اللي عامه الشعب بيلبسها. مشكله العدسات الصلبه ان هي مع جونا وهي حاجه صلبه زي تقريبا ماده الى حد كبير شبه بلاستيك، لما تتحط على القرنيه المريض ما بيبقاش مستريح قوي، دايما حاسس ان عينيه مطروفه، دايما حاسس ان في حاجه بتحك في عينيه، وعاده في الاخر يعني بيسيبها بالظبط. فظهر بعد كده حاجات بقى كتير، ظهر عندنا احنا ممكن نستخدم الليزر في علاج القرنيه المخروطيه مع ليزر مع تثبيت القرنيه، لان مشكله القرنيه المخروطيه ان النظر بيضعف كل شويه، فاحنا عايزين نثبت النظر، والليزر ممكن يحسن كمان النظر شويه. في درجات تانية من القرنيه المخروطيه بنركب حاجه اسمها دعامات، دعامات في القرنيه. في عندنا بعد كده الدعامات دي، ده صوره دي الدعامات، ساعات هي شكل الحلقه فبيسموها حلقات، ساعات حلقات القرنيه او دعامات، هي حجمها كده على قد الصباع، شوف الصباع دي عشان يعني حاجه بلاستيك صغيره كده، ولما بتركب في عين العيان اهي ده هايل، يعني المخرج يعني شغالين هي كده ما بتبانش خالص الا يعني شوف عشان تكبر الصوره دي لازم تكبرها مثلا 50 60 مره علشان تشوف الدعامات دي في عين المريض. فهي الدعامات دي القرنيه زي ما يكون خيمه عند حضرتك، خيمه، فانت بتركب لها الدعامات عشان الخيمه دي تنصب الخيمه. هي على فكره هي تشبه الدعامات بتاعه فاكر امبريلا بالظبط، هي الامبريلا عشان تفردها الشمسيه نفسها، بلون ما فيش حد دلوقتي عاد بيستخدم الشمسيه دي، ما اعرفش ليه قليل قوي، كانت زمان كل الناس تمشي معاها شمسيه. الشمسيه ليها دعامه كده، هي كده حاجه زي كده، بس هنا على شكل حلقات او على شكل دايره عشان تدعم انسجه القرنيه نفسها اللي هي الضعيفه، وتخلي القرنيه تحافظ على شكلها، وتخلي الاشعه تتجه في المسار الطبيعي بتاعها جوه العين وتتركز على مركز الابصار. في الجديد دلوقتي ان الدعامات دي كانت تركيبها بطريقه يدويه، وكان الطريقه اليدويه دي غير ان هي يعني مش لطيفه قوي، ان الجسم بيرفضها او العين كانت بترفضها.
ان طبيعي جدا القرنيه فيها حاجه بلاستيك ممكن جدا ترفضها. الجديد ان الفيمتو ليزر للاسف او مش للاسف يعني الحزن الحظ طبعا الفيمتو ليزر دخل في كل حاجه. اه دلوقتي هيسموه قسم الرمد والفيمتو. هو قسم الفيمتو والرمد. شفت بقى كلمه جديده. يعني بتوع شركات الفيمتو تبصوا قوي من كلامي جدا. الفيمتو دخل بقوه. مش ممكن دوس حضرتك هنا ده انيميشن بيوري ازاي الحلقات دي بنركبها. بتعمل فتحه في القرنيه عاده بتكون حوالي 70 ل 80% من سمك القرنيه. طبعا عشان تظبط 70 80% من سمك القرنيه اللي هو حوالي 500 مايكرون وفي القرنيه المخروطيه بالذات بتبقى ارفع من الطبيعي. بنتكلم في 450 مايكرون مثلا او 400 مايكرون. مهما كان يعني عندي ادوات دقيقه مش هعرف اظبط 70% من 430 من ال 1000 من الملي يعني مش هتظبط معايا قوي. وبعدين بدخل اله كده اهوت معدن عامل بالظبط زي يعني مقوار. يعني واخد بال حضرتك ده كان ده عشان اركب بعمل قناه عشان اركب فيها الحلقات بتاعه القرنيه. يعني معدن بيخش في تراك او في قناه معينه في تحت سمك انا بحدده في القرنيه علشان انا بخلق الممر ده اللي هدخل فيه الحلقات نفسها. والحلقه بعد كده بتيجي بناخدها ونركبها سواء اطلقنا عليها لقب حلقه او دعامات الاثنين نقصد بيهم حاجه واحده وبنركبها في المسار اللي احنا لسه عاملينه حالا دلوقتي بالاله المعدن اللي استخدمناه. بنركب ممكن ساعات بنركب حلقه واحده ممكن نركب حلقتين على حسب درجه التقدم القرنيه المخروطيه اللي عند المريض. بعض الناس بيبقوا محتاجوا حلقه وبعض الناس بيحتاجوا حلقتين محتاجين دعامات اكتر يعني. هنا هو الفيلم بيركب حلقه ممكن يركب واحده تانية. الجديد ان طبعا المشكله ان زي بقول لحضرتك كده لو انا ما ظبطتش السمك ده مظبوط قوي او ان مستوى الحلقات دي ينزل في اللي انا عايزه بالظبط المفروض عالميا 70 ل 80% من سمك القرنيه. فانا بقيس سمك القرنيه وبحسب 70% قد ايه وبعدين بعد كده بروح مدخل بعد كده على طول الحلقات دي. الجديد بعد كده هو بقى ان الفيمتو ليزر بقى يعمل لنا القصه دي كلها. هو اللي بيعمل النفق. النفق زي ما حضرتك قلت. هو اللي بيحفر النفق ده اللي هو بيقدر بكام احنا قلنا النفق ده؟ 70% من سمك القرنيه. 70% طبعا حضرتك دقه الليزر هنا مش هنقدر نتكلم فيها يعني. خلاص يعني لو بص حضرتك كده اتعملت بس خلاص. كده اتعملت؟ كده اتعملت. احنا ما لحقناش ممكن اعيد اخلي الاهو النبي معلش اعيدها تاني عمال يعيدها اهو اهو كده تاني ثانيه خلاص بس كده؟ كده خلاص هركب بعد كده ادخل حلقات المقوار بقى وادخل واشيل واحط والكلام ده على فكره مده الفيديو 3 ثواني يعني انا عمال ما لفيت كان خلص الفيديو هم عاملين يعيدوه خلاص يا جماعه عرفنا ان هو يعني فطبعا القصه بقت اولا سهلت كتير جدا للجراح وفي نفس الوقت قللت نسبه رفض الحلقات او الدعامات دي كان الاول بنشوفها كتير يعني ليه عشان بتنزل في المستوى اولا لازم تنزل في المستوى اللي احنا محددينه بالظبط هو 70% لو ما نزلتش لو طلعت اعلى شويه صغيرين من 70% يعني مثلا انا 70% المتوسطين بالظبط يعني فوق هيبقى فوق 15% وتحت 15% مثلا لا 70% من سمك القرنيه يعني انا هنزل يعني في تحت 30% وفوق 70% انا بحفر القناه دي او النفق ده 70% من تحت سطح القرنيه وفي طلق فاضل 30% بعد كده بقى دخلت جوه العين. فلو انا طلعت لو انا ما انا خايف مثلا خايف انزل 70% احسن اخرم العين كلها وده كان ده اللي احنا كان بيحصل معانا احنا كجراحين. فيبقى الواحد برضه قلقان فممكن يجي على 50% او 30% او 40% ويعمل النفق زي ما حضرتك تفضلت او القناه ونركب فيها الدعامات دي. كده سهل جدا ان القرنيه ترفضها تاني وتلاقي الدعامات دي بعد كده هو اترفضت بنضطر نشيلها تاني. وعبال ما نشيلها كمان المريض بيحس ان هو عينيه مش مريحاه وفي حاجه مضايقاه وفي حصوايه في عينيه وفي رمله في عينيه وبتلتهب شويه فكنا بنضطر في الاخر نستسلم ونشيلها وننقل بعد كده على المرحله التانيه من العلاج للقرنيه المخروطيه اللي هي ترقيع القرنيه. دلوقتي لا. الفيمتو ليزر بصراحه يعني عمل انجاز ان بنقدر ناخد السمك اللي انا عايزه بالظبط المستوى اللي انا عايز احط فيه القناه ومرر فيها هذه الدعامات او الحلقات لقينا ان نسبه الرفض تقريبا بقت شبه زيرو يعني صفر
يمكن حالات محدودة جدا جدا اللي ممكن القرنية ترفض فيها الحالات، لكن انخفضت على مستوى الأبحاث كلها، انخفضت إلى أقل من 5%. أقل من 5% بقت ممكن القرنية ترفض الحالات. قبل كده كانت أعلى بكتير، كانت 30%، وفي بعض الأبحاث قالت 50% كمان، وده رقم مش كبير، مش قليل. هي القرنية بتحس؟ حساسة جدا. قرنية مليانة ألياف عصبية متخصصة في الإحساس، علشان كده ودي من نعمة ربنا علينا، إن مجرد ما حصواية أي رمش رمش صغير يخش جوه العين هتحس على طول في حاجة مش مظبوط. ليه؟ إن الرمش ده بيجرح في أنسجة القرنية، ولما يجرح في أنسجة القرنية مش هتبقى شايف كويس. فمش هنستنى لما يجرح كتير، مجرد ما يبتدي حاجة كده بتحك على القرنية هتحس إن في حاجة مش مظبوطة، وإحساس زي شكة دبوس، إحساس يعني سخيف، يعني لازم تدور على حل. ده انذار بيقول لك ان في مشكله لازم تدور لها على حل في عينيك. قد يكون بقى حصوايه رمش، فالقرنيه حساسه جدا جدا يعني. طب السؤال بقى، طب الدوائر اللي احنا بندخلها دي، طب ما دي هتستثير الاعصاب بتاعت القرنيه؟ ما دي الاعصاب دي ماشيه في مستويات سطحيه. احنا بننزل تحت المستوى، سؤال مهم جدا حضرتك تفضلت، بننزل تحت المستوى اللي فيه الالياف العصبيه، فبالتالي المريض ما بيشعرش بيها. لو غلطنا بقى وطلعناها مستوى اعلى شويه صغير في الالياف العصبيه هيحس بيها طبعا. فاحنا بننزل تحت المستوى بتاع الالياف العصبيه اللي في القرنيه نفسها. 500 مايكرون دول، شوف حاجه 500 مايكرون دي كانها 500 كيلو، لكن هي يعني بنتكلم يعني في 70% و30% وكلام كده، لكن احنا بنتكلم في نص ملي. وهو في الحقيقه كمان هو اقل من كده، ان ال 500 مايكرون ده سمك القرنيه الطبيعي. في القرنيه المخروطيه لما بيحصل تمدد في انسجه القرنيه بتبقى كمان ارفع، في قرنيات بنلاقيها 400 مايكرون، 400 من الألف ملي، يعني أقل 100 مايكرون من الطبيعي أقل. فطبعا ده رقم بالنسبة لنا يعتبر قليل جدا. فتخيل بقى حاجة تاخد بقى 70% من 400 دول، يعني عايزة دقة عالية جدا. الليزر هنا هو فعلا أفادنا كتير جدا وفاد المرضى كتير جدا، فأعتقد أنه يعني خلاص ده بقى ستاندرد، أن هو يعمل تركيب الحلقات أو دعامات في القرنية باستخدام الفيمتو ليزر. طيب أنا فهمت كويس جدا ليه الانسان اللي عنده قرنيه مخروطيه، القرنيه المخروطيه دي يا جماعه عشان تتخيلوها اشبه، معلش مع التعبير، الكاوتش لما بيضعف بيبوظ، الكاوتش لما بيضعف بيروح جاي طالع حته منه كده يقول لك الحق غير الكاوتش ده، الكاوتش ده ضعف، النسيج بتاعه ضعف، اي حاجه تضعف تبوظ. فالانسان مش هيشوف كويس، تجمع النقاط مش هتبقى كويس. لما نعمل له ده هيشوف كويس ليه؟ هشوف كويس ان هو الجزء المتوسط او السنترال بارت، الجزء الوسطي من القرنيه هو ده اللي بنشوف من خلاله، يعني اطراف القرنيه ما بتهمناش كتير. فاحنا بنركب الدعامات دايما في اطراف القرنيه او يعني قريب شويه من منتصف القرنيه، لكن هو ده المهم جدا، منتصف القرنيه هو الجزء اللي بيعدي من خلاله اشعه العين عشان تخش في حدقه العين. فمجرد ما ركب الدعامات منتصف القرنيه بيرجع ينتظم تاني، وده اللي بيخلي المريض بعد كده يشوف كويس. حلو قوي، حلو قوي. طب انا اقول للعيان ده ايه بعد كده؟ يعمل ايه بقى؟ يمشي عادي حياته ولا يخلي باله؟ بيتابع طبعا، بيتابع ان ممكن مع الدعامات، الدعامات في حد ذاتها ليها فايده مزدوجه، ان هي بتصلح النظر، يعني بتقلل مشاكل اللي بيحس بيها المريض من ناحيه النظر بتاعه، من ناحيه الاستجماتيزم، ومن ناحيه قصر النظر، بتصلح النظر. بس احب اوضح نقطه صغيره، احنا هنا ما بنلغيش النظاره، يعني مش بنلغي النظاره، احنا بنخلي المريض اكثر قبولا للبس النظاره، لان في انواع من الاستجماتيزم بتيجي بسبب القرنيه المخروطيه تلاقي المريض مش عارف يلبس النظاره، يعني هو راضي بنصيبه وقال هلبس نظاره، بس للاسف بيلبس النظاره برضه مش شايف بيها، لان نوع الاستجماتيزم ان هو لا يتوافق مع النظاره من اساسه. فهنا مع هو اي نظاره، مع اي نظاره خلاص انتهت، يعني مش عيب في صانع النظارات. بالظبط. فهنا خلاص بقى، فكنا زمان ما كانش فيه التكنولوجيا الموجوده دي، كنا نقول خلاص يبقى انت ما فيش غير انت تلبس عدسات لاصقه صلبه، مع جونه مع اضطراب مع الافار تبقى مشكله طبعا، او ينقل المرحله الاخيره خالص اللي هو ترقيه قرنيه. دلوقتي لا، الدعامات دي بتخلي شكل القرنيه منتظم، بحيث ان المريض لو عنده شويه قصر نظر، عنده شويه استجماتيزم بسيطه، يعرف يلبس نظاره ويشوف من خلالها كويس. فانا احب اوضح نقطه ان ده مش بديل النظاره، ده بيخلي المريض اكثر قبولا للبس النظاره، هو بيحسن النظر بس برضه هيحتاج الى نظاره. دي رقم واحد. رقم اثنين، ان لازم يتابع، لان الدعامه نفسها في حد ذاتها، هي من اسمها دعامه، يعني بتدعم
أنسجة القرنية، لكن برضو ما نضمنش في المستقبل ممكن يحصل برضو تطور للقرنية المخروطية وممكن الأنسجة برضو تستمر في الضعف بتاعها. فيحتاج في حالة زي كده وتحتاج عملية إضافية اسمها عملية تثبيت للقرنية، بنسلط أشعة موجات فوق بنفسجية على القرنية علشان تخلي الأنسجة نفسها تترابط مع بعضها أكتر وتنشف أكتر وبالتالي ما تتمددش في المستقبل. بتحطوا فيتامين فيتامين بي ريبوفلافين بالظبط كده وتنعرض العين لأشعة موجات فوق بنفسجية، ده بيعمل حاجة اسمها كروس لينكينج أو ترابط كولاجيني يخلي الأنسجة تترابط مع بعضها وتبقى متصلبة ما يحصلش تمدد في المستقبل. ده ممكن نحتاجه ممكن ما نحتاجوش، بس أهم حاجة إن هو في مرحلة من مراحل القرنية المخروطية ممكن نضطر إن احنا نعمل دعامات ونتابع المريض، والله لقينا الموضوع ثابت ما فيش تطور للأسوأ خلاص دعامات كده تكفي، هيتابع المريض بس كل شوية مع الدكتور بتاعه يعني ما يختفيش خالص يعني مش راكب الدعامات كده وانتهيت، لا يعني كل 6 شهور ممكن كل سنة كل 4 شهور على حسب ما الدكتور بتاعه بيقول. قبل ما نمشي، هل في غش تجاري في الدعامات والحاجات دي؟ يعني هي شركتين يعني في شركتين مفروض على مستوى العالم او 3 بس على مستوى العالم، لكن الهند والصين بقى ما سابوش حاجه يعني الصين جبابرة حتى الدعامات. هي المشكله هي ماده بلاستيك، المشكله مش في كده، المشكله في الكواليتي كنترول، في مراقبه الجوده. يعني انا لما راكب دعامه مقاس معين فانا عايز ابقى متاكد ان ده المقاس المظبوط، ما تبقاش مكتوب على الورقه ده مقاس اكس مثلا ويطلع مقاس 2 اكس. هي المشكله في كده يعني، فدي مشكله كبيره جدا، الكواليتي كنترول او مراقبه الجوده هي اللي بتختلف. كل شكر والتقدير طبعا للقيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير اللي بيشرفنا الاستاذ الدكتور احمد عساف استاذ طب وجراحات العيون بكليه الطب جامعه عين شمس زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه بلندن، الاسم الكبير مصريين وعربيين وعالميين. انا على المستوى الشخصي ببقى فخور ان الدكتور احمد عساف معانا، ومن زمان على فكره ما كنت يعني دكتور لسه صغير مش هقول طالب لا مش للدرجه دي يعني، كان اسم احمد عساف بالنسبه لنا اسم نجوميه كبيره في عالم ما تخليكم معنا ما تروحش بعيد. ازاي نعمل تخطيط وفي نفس الوقت نعمل ميكس معين لخططنا مع بعض عشان نوصل للهدف في فم عيان في اسنان عيان؟ ده حوار مهم جدا، التخطيط وفي نفس الوقت العمل الجماعي، تخطيط وعمل جماعي وتكثيف كل أدواتي أضربهم كده في الخلاط عشان يطلعوا لي نتيجة رائعة في الآخر. ده فكرة how to plan، إن أنا أعمل بلان حلوة، و how to blend blender، إن أنا أخلط الحاجات في بعضها، أخلط التكنولوجيا عشان تطلع منتج في الآخر جيد. ده كان حواري مع ضيفي العزيز طبعا القيمة العلمية الكبيرة واليد الماهرة في عالم الأسنان والتميز والأداء المتميز جدا على المستوى الأكاديمي على المستوى الإكلينيكي على المستوى الإعلامي كمان ما شاء الله تواجد متميز للغاية لضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور شادي علي حسين مدرس طب الأسنان بكلية طب أسنان جامعة عين شمس، استشاري علاج الجذور بجامعة عين شمس، ماجستير علاج الجذور من جامعة عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمي والمؤسس ورئيس مجلس إدارة شايني وايت الشهير. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور. إيش يا كدي؟ تعالى بقى المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت قلت لنا كلمة مهمة جدا بلندر وانا فهمتها على انها التخطيط، لكن انت قلت لي لا صححت لي مفهوم مهم قوي يعني ايه بلند. هو زي ما بقول لك الراجل الفرنساوي لما قال لي لما اديك بيض ولبن ودقيق واقول لك اعمل لي كيكه، انت معاك نفس الكومبوننتس ومعاك نفس الخلاط الكهرباء ومعاك كل حاجه والطبق وقلت لك اعمل لي كيكه ونفس الفرن، واديهم الاثنين واحد يعمل كيكه جميله جدا واحد يعمل كيكه ما تعرفش تاكلها ما تعرفش تحط الشوكه فيها. فهو يقول لك اتس اول اباوت ذا بلند، هي مش الكومبوننتس بس، الكومبوننتس مهمه قوي والمكونات مهمه قوي، بس التاتش والكميات وازاي والنو هاو وازاي اعمل الحدوته دي مهم قوي. فانت ازاي ان احنا النهارده بيبقى عندنا التكنولوجيا، احنا
كان ناقصنا زمان من في من عقدين التكنولوجيا في مصر ان احنا كنا بنقول لا ده احنا نسافر بره عشان في تكنولوجيا عاليه. ده الدكاتره عندنا في مهاريه عاليه ولكن تكنولوجيا بره عاليه. لا احنا جبنا الدكاتره وجبنا التكنولوجيا وابتدينا نعمل البلند اللطيف ما بين الاجهزه المختلفه علشان نوصل لتخطيط مثالي نقدر نوصل بيه لنتائج مبهره احسن من اللي انت بتاخدها بره واسرع. لان هو بره هو بيخاف من حته عندهم حته الكونسنس ومن اي عيان ممكن يقاضي دكتور والكلام ده كله، فما بيحبش ان هو يتيك ريسكس وما بيحبش ان هو فبيمشي روتيني بشكل داز نوت كرييت، ما بيخترعش جديد، ما بيعملش حاجه جديده. احنا بنطلع من الماشينز اللي هم بتاع لما بنبعت لهم الكيس ريبورتس والصور اللي احنا بنعملها ما بقاش مصدق فعلا. انت يعني كان في ميتنج قريب وبنتكلم معاهم على الكيس ستاديو، حاجه اسمها ماركت برزنتيشن، كنا بنعمل حاجه اسمها ماركت برزنتيشن للماركت في ايجيبت، واحنا بنعمل ايه للحالات بتاعتنا للسوق بتاعنا وبنعمل ايه للمرضى بنقدم للمرضى بتوعنا ايه. كانوا مذهولين ان الكلام ده ازاي بيخلص في مره واحده رغم ان هم اللي عاملين الماشينز دي، الالمان هم اللي عاملين الماشينز دي، وهو النهارده بيعملهم 2 3 انما 10 دي ما شافهاش ما سمعش عنها غير من الصور اللي احنا شفناها. المصريين حتى المصريه جراحين المصريين عندهم صبر وعندهم باور. يعني بره ما يقدرش يشتغل زيك مثلا يشتغل 7 ساعات او 8 ساعات، لا ما يقدرش كده. دي حقيقه. ساعتين ثلاثه هم ساعتين ثلاثه ويقول لك انا اروح العب جولف. ايوه بالظبط. احنا مسافرين شغالين. طب انا عايز احكي قصه من جوه تشايني وايت. كويس. احنا لو تفتكر المره اللي فاتت، احنا المره اللي فاتت كان في قررنا ان احنا نخش جوه الروتين اليومي بتاع الشغل وابتدينا ناخد حالات من جوه الشغل العاديه روتينيه، مش حاله بلاند، هي حاله جديده جايه المركز تتعالج بشكل عادي جدا. وابتدينا المره اللي فاتت كان هي عندها، لو نفتكر كان عندها الفك الفوقاني والتحتاني ما بيقفلوش على بعض، السنان اللي ورا عضه واللي قدام مش عضه، عندي عوجاج في كذا سنه، كان عندي فوق في سنان لبنيه، شلنا لو تفتكر السنه اللبنيه اللي فوق وحضرنا السنان وجهزنا اللثه وحطينا الثمان سنان او 9 سنان اللي موجودين فوق على عملنا 9 فوق الحقيقه، عملنا على الفك العلوي. وده كان اللي وقفنا عليه المره اللي فاتت، ان ده كان الداي بتاعنا، كان اليوم بتاعنا ان احنا خلصنا الفك العلوي كله في جلسه، قفلنا العضه بنسبه 65-70% عن طريق ان احنا طولنا السنان اللي فوق شويه بحيث انها تقفل العضه بس من غير ما نطولها قوي علشان هنطول اللي تحت عشان نقفل العضه 100% بالسن بالاثنين مع بعض. توزيع طبعا بيخدمني فيه الكمبيوتر والتخطيط اللي انا عملته على الاشعه المقطعيه قبل ما ابتدي. عظيم. فببتدي ان انا هنبتدي المره دي او الحلقه دي بقى من فين هبتدي بقى الفك التحتاني. الفك التحتاني عندي فيه الحقيقه كذا مشكله. نبتدي الاول ندرسه على الاشعه المقطعيه الثلاثيه الابعاد. زي ما نفتكر ان احنا بناخد ادي الفك التحتاني، في موجود فيه عندي فيه النابين اللي طالعين لبره، دول طالعين بره محيط الفك. تمام. فانا النهارده الكمبيوتر مش ساحر، انا حاجه من الاثنين، حتى بتاع التقويم لو هيشتغل تقويم هيبتدي ان هو يشيلهم لان هم لهمش مكان في الفك، وهيبتدي يعدل اتجاه السنان. احنا اللي هنعمله ايه؟ ان احنا هنشيلهم وهنحط بورسلين جوه مكان الخلع بتاع الجدر اكنه جدر بالكراون بتاعه. لا يعني انا مش فاهم الحته دي، يعني هنزرع ولا مش هنزرع؟ مش هزرع. لا مش هزرع. انا هعمل سنه كراون او تاج وتحتيه جزء من الجدر داخل جوه مكان الخلع. تمام. والسنه دي ماسكه في اللي قبليها وفي اللي بعديها. حلو قوي. لان انا كده ولا كده هغطي اللي قبليها ولا اللي تحت. اللي تحت احيانا هعمل 10 سنان تحت. هو كده كده بتعمل بريدج، بس بريدج من نوع خاص، بريدج بس بطريقه اكني كان يعني كوبري، بس كوبري له عمق كده، عمق في النص. وعلشان خاطر اسبورت السوكت، اسبورت اسند المكان الخلع، وفي نفس الوقت اعمل السنه تبقى كانها طالعه من اللثه بتاعتها. بنبتدي الاول ندرس برضو تاني، بندرس بقى الفك، نبتدي نشوف بالاشعه المقطعيه نجسره السنان كلها، نبتدي نشوف المقاطع بتاعت السنه كلها، اي حته في السنه، اي حاجه فيها تسويس، اي حاجه فيها تاكل، اي حاجه فيها التهاب، تسويس ما بين السنان، حشو العصب، لو في حشو عصب نعرف اخباره ايه، كويس ولا وحش. بمشي على المقاطع مقطع مقطع، اشوف السنه حته حته في الفك، اشوف العظم، اشوف الاتجاهات، اعرف كل حاجه من خلال الاشعه المقطعيه. الاستاف بيبتدي ياخد الداتا من المريض، يبتدي يعمل له الاشعه، يبتدي يعمل له تحليل مبدئي علشان خاطر يقول له هو هيعمل ايه.
لان ده مهم جدا ان لازم المريض يبقى عارف هو هيعمل ايه. مش شطاره ان انا اجي اشتغل دكتور ايمن وانت مش عارف انت هتعمل ايه. يعني انت النهارده تيجي وتتفاجئ بالظبط. فانا بيجي المريض يعمل تشخيص مبدئي مع الاستاف، يبتدي ان هو يعمل اشعه مقطعيه ثلاثيه الابعاد، يبتدي ان هو يخطط لها ويعرف مع الاستاف ويقرر ويشوف البلان بتاعته هتاخد وقت قد ايه، هتكوست هم قد ايه، هتعمل هتكلفه قد ايه، هتعرف كل الداتا. وبعد كده بيبتدي ان هو يجي بقى يقعد معايا، طب انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، طيب تمام يلا بينا نبتدي. نبتدي ان احنا نبتدي في الخطوات بتاعتنا. الاشعه المقطعيه يعني قطعت 90% من الشوط في التشخيص، ان هي وريتني كل حاجه قدامي. المريض نفسه لما بيشوف السنه بتاعته قدامه، لو فيها كسر هيشوفه، لو فيها تسويس هيشوفه، لو فيها التهاب هيشوفه، هيشوف مدى كمان الديفورمتي، مدى الخلل الموجود في تنظيم السنان مع بعضها. بالظبط طبعا دفنت هيبان اكتر. بالظبط. فبيبتدي ان هو خلاص عملنا الخطه العلاجيه، عملنا بتاع، قررنا ان احنا هنعمل ايه. السنتين اللي ما لهمش مكان طالعين بره دول هنشيلهم بالموجات الصوتيه دي اول حاجه. بعد كده هبتدي ان انا احضر اللثه بالليزر. تمام. فاول حاجه زي ما اتفقنا ان الموجات الصوتيه دي لغت بقى الكمشات بتاعه زمان والحاجات اللي هي المتعبه بتاعه زمان دي. فابتدي ان انا بالموجات الصوتيه امشي حوالين الدرسين اللي هم فيهم مشكله دول، وابتدي ان انا اشيلهم. تمام. هو بتخلق فراغ حوالين الجدر، بيبتدي ان هو الفراغ ده يخلي السنه تترقع، تطلعها على طول منتهى السهوله، نشدها ان شاء الله بالتويزر بالملقاط. انت فاهمني؟ خلاص مفيش كماشه بقى، مفيش ده انت بتخلق السنه دي في 30 ثانيه مثلا. النو تايم كده، مجرد بتمشي كده. وده جهاز يماثل الاحساس بتاعه اكن جهاز بتاع تنظيف الجير، يعني اكنها هي دلوقتي بتنظف جير المريض، ان هو اكنه بينظف جير، هو موجات صوتيه زي بتاع تنظيف الجير بالظبط. فبيبتدي ان هو نشيل السنتين اللي بره دول، ان دول طالعين بره خالص، الكمبيوتر مش عارف يعمل فيهم حاجه. انا بالكم احنا شغالين تحت في الفك التحتاني كده. بالظبط. احنا خلاص الفك الفوقاني. الصوره اصل هي الصوره جايه من فوق لتحت فمقلوبه. مقلوبه بالظبط. عشان بس الناس فاهمه كويس ان احنا دلوقتي بنشغل تحت، شغل فك التحت الفوقاني. الفوقاني يمكن باين اهو اللي هو ابيض. هو الدكتور اللي واقف فوق. ايوه. هو بيصور عشان ده بالمايكروسكوب، فهو قاعد ورا بيصور. فعشان كده بيبقى الشغل ده دايما بالمايكروسكوب، فتبقى الصوره شويه باينه ان هي مقلوبه. يمكن هم يعدلوها في الميكروسكوب. لا ما هي تبقى كده. الميكروسكوب موريك ازاي. شوف بص موريك ازاي. هي دي رؤيتك انت وانت شغال. ايوه بالظبط. وانا بلف حوالين المريض وبشتغل وبمشي بالموجات الصوتيه حوالين الدرس، مفيش الم خالص، مفيش يعني زي ما انت شايف كده الدنيا بتبقى كونزرفتيف جدا، بتبقى مفيش السوكت. انا مهم قوي السوكت، يعني ان انا احافظ على مكان السنه. ليه؟ لان انا هحط فيه جدر. ايوه. ولان انا عايز اخرج العيان ده من عندي بشكل فاينل. احنا اتفقنا ان العيانه اتفقت معايا انا عايز اخلص في 48 ساعه اسناني كلها. فانا دلوقتي هعمل الفك اللي فوق في مره، وهعمل الفك اللي تحتاني في مره. عملنا الفك اللي فوق في المره اللي فاتت. بالظبط. احنا شغالين على الفك التحتاني. الفك التحتاني هذا هو الجزء الثاني من جاد فازر. بالظبط. شلنا السنتين، نبتدي بقى نحضر السنان. زي ما اتفقنا انا عايز اطول السنان دي عشان اقفل العض. فابتدي اشيل ملي من كل اتجاه من غير ما عدا فوق. لان انا هطول السنان. فابتدي اشيل من اليمين ومن قدام ومن ورا هو 1 مليمتر. تمام. ودي دايما شايف كده احنا بنصور لايف. دي ده احنا من جوه المركز، من جوه الشغل، اثناء الشغل زي ما عملناها بالظبط، بتطلع ما فيهاش اي موديفيكيشن. ودلوقتي كل الفيديوز في كل المؤتمرات لازم يوم كاتب لك ماركه حمراء كده من تحت، ذيس فيديوز نوت موديفايد اور اديتد باي اني مين. لان دلوقتي بقى الشغل هذا الفيديو غير لم يتم عمل مونتاج له ولا تعديل، يتم تعديل له باي شكل من الاشكال، باي شكل من الاشكال. ليه؟ لان دلوقتي اصبح اللعب في الفيديوهات والبتاع بحيث ان ده يحسسك ان مش ما يوريكش الحقيقه. يقول لك حاجه مش حقيقيه، يعدل في الصور، يعدل في تشكيل الصور. يمكن انت شايف البتاع زي ما هي بالشفاط بتاع الميه بالمش عارف ايه يعني كل ما هو بالمرايه اللي بتشد، يعني كل ما هو بيستخدم فعلا في الحقيقه هو ده اللي بيتصور. كانك انت شايفه، كانك انت شايفه، وهو كانك خضت التجربه مع المريض اللي خد التجربه. وده فكره الريل لايف، انك تشتغل حقيقه، والصور قبل زي بالظبط، بعد زي بالظبط، حتى لو فيها اي حاجه في الاول او في الاخر. دايما ما انت شايف الصورة هي مش معدله. انا شلت السنتين اللي بره اللي كانوا السوكت بتاعهم حافظت عليه عشان هدخل فيه بورسلان، وحضرت بقيه العشر سنين، الثمان سنين اللي فاضلين حضرناهم وشكلناهم، شلنا ملي من كل اتجاهات ما عدا بره. ابتدينا بعد كده ان احنا نشكل التركيبات بتاعتنا. عملنا 4 كفرز في النص بنفس اللون بنفس الشفافيه، مفصولين،
وادي اهو اللي بقول لك عليه الجزء الترموز بالجدر ايوه اللي هيخش جوه السوكت. بصوا في النص ثلاثه كده وفي النص طويل اللي هنا بجدره هيدخل ده بالجدر في جوه الجدر جوه مكان الخلع. حلو قوي. والناحيه الثانيه نفس القصه هيخش بالجدر بتاعه جوه مكان الخلع، فيبقى انا عندي ثلاثه ماسكين في بعض وثلاثه ماسكين في بعض، واللي في النص فيها جدر ودي فيها جدر مكان الخلع، واربعه فيهم وده الديزاين اللي احنا عملناه بالكمبيوتر. فانا بقى ابتدي يعني يمكن دي خطوه مسبقه عشان الناس تفهم، بس احنا الاول بعد كده بنعمل ايه؟ بنبتدي ان احنا نصور بقى نصور بالكمبيوتر. طب انا هسالك سؤال هيعجبك، بس نشوف الصوره قبل ما نروح للكمبيوتر، نرجع للصوره اللي فاتت دي. نرجع للصوره اللي فاتت دي، انا هسالك سؤال حلو خالص. هم ممكن يجيبوها لنا حتى بعد لا يعني احنا هنشوفها. واحنا بنعمل البريدج الثلاثي ده اللي هو الكوبري الثلاثي، انت اصريت ان انت تعمل الواحده فيهم اللي في النص بجدر بالظبط عشان يدخل في مكان الخلع بالظبط بتاع السن اللبنيه البايظه. صح كده. هي ما كانتش لبنيه، هي كانت دايما بس كانت طالعه بره، طالعه لبره خالص. طالعه بره محيط البطن البطن بعض الناس بتعمل هذا البريدج من غير هذا الجدر، تمام، بتبص تلاقي فيه سبيس بقى يتكون. يا اما هيضطر يستنى. ما هو انا دلوقتي في التشالنج، ما هو ده بقى التشالنج وهي دي التالنت. انت النهارده قدامك حل من الاثنين. عجبك السؤال؟ عجبني. يا تستنى بعد مكان الخلع، تستنى لما يلم، يا اما تدخل ده جوه مكان الخلع فبالتالي هيلم عليه، فلما هيلم مش هيبقى فيه فراغ ما بين اللسع وما بين البورسلين، لان هو هيبقى ايمرجنج داخل جوه البورسلين. اكن ده بقى هو البلند اللي احنا بنقول عليه، هو ده الكرياتيفيتي، الابداع ان انت ازاي تعمل الحاجه. ده التصوير اهو، ببتدي ان انا بدل المقاس ابتدي اصور السنان 3D، ابتدي ان انا اخد شكل السنان، اخد اللي فوق واللي تحت والعضه والكلام ده كله، بحيث ان هو ادي الكمبيوتر الداتا اللي انا هشتغل عليها في الاول. يعني دي باللسة مهم قوي ان احنا بنصور السنان باللسة برضو، خد بالك. لان انا لما بصور السنان باللسة انا بقدر ان انا اتحكم في شكل اللسة واتحكم في نزول الحاجه على اللسة. طب لو انا عايز اللسة دي تنمو شويه زياده، ابعد السنه في الحته دي عن اللسة عشان بعد يومين ثلاثه لما الليزر يلم يقفل على السنه. فيعني عايز اقول ان انا عندي كل الداتا، مساعدني فيها الكمبيوتر ومساعدني الميكروسكوب ومساعدني الاشعه المقطعيه الثلاثيه الابعاد، ومعايا كمان نبتدي بقى نلعب احنا اللعب بتاعنا، ان انت هتتجه ازاي انك تعمل الحاجه الايديال طبقا لظروف المريض اللي قدامك. لان المريض، انا دلوقتي عندي مريض ما عندوش وقت، عندي مريض عايز يخلص في يوم واحد، طب ازاي اوظف ده واوظف اجهزتي واوظف التيم ورك بتاعي انه يعمل لي الريزلتس دي؟ ده مهم قوي، وده هو سر النجاح، هو ان انت ازاي توظف الموضوع بشكل مظبوط جدا. نبتدي بعد كده ناخد البروبوزل زي ما اتفقنا. البروبوزل اللي هو كلمه بروبوزل معناها التخيل، التخيل بالظبط، مشروعك بقى في تخيل المشروع هيبقى عامل ازاي، تخيل السنان هيبقى عامله ازاي اللي احنا هنعملها. فهيبتدي الكمبيوتر ينزل السنان على السنان المتحضره وعلى اماكن المخلوعه وعلى كل حاجه، يبتدي ينزل لي سنان طبيعيه يبقى كده ويديني الشكل الايديال، ابتدي او المثالي، ابتدي ان انا اعدل فيه حاجات بسيطه. المريض مثلا، لا انا عايز اطول السنه شويه، لا انا عايز اقصرها شويه، لا انا عايز اعمل فيها شكل من الاشكال معين، انا عايز السنان تبقى فيها كيرف شويه، انا عايز الانجلز او الزوايا بتاعت السنان تبقى حاده او مستديره، يعني كل حاجة ممكنة أنا بقول له رأيي الطبي، وهو بيبتدي يتكلم ويتعامل في سنانه بدل ما هو كانت قبل كده بتيجي من المعمل. هو ده أنت لبسته خلاص، المعمل بتاع العجينة العجينة يقول لك أنت خلاص، هو ده أنت لازم، ده الحل اللي قدامك، أنت ما قدامكش حل تاني. ادعي بقى وقول يا رب يا رب. ما كلنا هندعي، بس يعني ندعي واحنا مبسوطين واحنا بقى غير مبسوطين برضو ندعي ونقول يا رب. واقول له تقدم بس الواحد اللي قدم المشيئة ويتوكل على الله ويشتغل يعمل حاجه كويسه. تفهمني؟ مش ان انا افيب الحاجه كده تتعمل لوحدها واقول ايه، لا ده يعني مش توكل، مش تواكل. التوكل غير التوكل. ده اللي انا قصدي اقوله. عايز اسال سؤال هنا، واحنا بنرتب مين اصعب عليك في تحديد اختياراته، الستات ولا الرجاله؟ والله الديبانس يعني هي بص، هو لما بيبقى حد شاف الحلقه معانا وشاف احنا بنعمل ايه وفاهم احنا بنعمل ايه،
بيبقى الموضوع اسهل مريح انما لما بيبقى لسه مش عارف حاجه خالص واقعد افهمه من اول وجديد بيبقى الموضوع متعب قوي. انت فاهمني يعني؟ عشان كده يمكن الرساله هنا مهمه ان احنا نوصلها للناس علشان خاطر اصل هو هيقعد يسمعك هنا على مدار مثلا ساعه الا تلت وممكن يسمعك مره ثانيه فساعه الا تلت ثاني مستحيل هيقعد معاك مجرد الانفورميشن مش الشغل او انت ممكن تقعد معاه في الشغل كده لكن اللي هو الكلام بس شرح نفسه مش هقعد معاه ساعه الا تلت اشرح له انا هعمل ايه بالظبط. صعبه ولو قعدت مع كل لو انت مثلا خمس ست عيالين في اليوم ادي خمس ساعات كلام فقط محاضرات دي زي كده بقت كده محاضره جامعه جامده بنت الاموره بقى اللي كانت عندها فتحه البق وكانت السنان بايظه قفلنا بقى لما جينا بقى قمنا جايين بقى الكباري اللي انت شفتها دي الكوبريين مع الاربعه كفرز اللي موجودين ولزقنا بقى الكلام ده كله جينا زي ما انت شايف بقى اللثه لما اتشكلت واتعملت فاصبح عندي السنان اختلفت كليا وجزئيا اولا شكل الفك اتعدل كله بالكامل ما بقاش عندي في حاجه طالعه بره ولا حاجه داخله جوه وما فيش مكان خلع خد بالك شايف بقى البتاع دخل ازاي جوه السوكت يعني فراغ دخل جوه مكان الخلع فدي الحرفانه بقى يعني ان انت انا خلعت السنه وحطيت ده وشايف العضه بقى 100% كلوجر ما عنديش هوا يعني العضه مقفوله بالظبط واللي فوق قافلين قدام اللي تحت بالظبط وقافلين صح وده كانوا مبدلين كان اللي طالع اللي تحت طالع لبره يعني ما هو كان ده كده وده كده كانت كلاس 3 كانت مقلوبة بتورينا يا جماعه في البدايه بقى فدلوقتي بقى اصبحت ده التشطيب النهائي بقى ده التشطيب النهائي ده بقى اللي هو ايه يعني شايف كانت مقلوبه شايف يعني كانت العلاقه معكوسه كان الفك التحتاني سابق الفك الفوقاني كانت الاثنين مش قافله على بعضيها كانت السنان متعرجه واللي طالع واللي داخل واللي لافف والكلام ده كله اصبحت دلوقتي العلاقه مظبوطه السنان اللي تحت متغطيه اللي فوق مغطياها الار اليو شيب او شكل اليو بتاع الفك اتعدل فوق وتحت اليو اللي تحت دايما بيبقى اصغر اليو اللي فوق بيبقى اكبر الاثنين مقفلين على بعض السنان اللي قدام مقفله بس مش لمسه السنان اللي ورا مقفله بس لمسه المدغ مظبوط لما بتيجي تقفل بقها بتعرف تقفل شفايفها على بعض اللي بيبان من اللثه قل عارف كميه مشاكل رهيبه جدا يا دكتور ايمن بتتحل في 48 ساعه انا بحييك على هذا البلندر الرائع انت المره اللي فاتت قلت لي بلان سمعتها بلان يعني جاي من بلان بلاند فانا بفكر في التخطيط في التخطيط في التخطيط لا انت قلت لي انا مش قصدي على التخطيط انا قصدي على اننا اكس انا اجمع قدرات التكنولوجيا كاني بعمل خلاط ايوه قلت لك ده كلمه بلندر دي بحبها قوي انا بعشق الخلاطات ايوه الخلاط بتاعي ده اقوى خلاط بعمل فيه انت بتخلط الاشعه الثلاثيه الاشعه الثلاثيه الابعاد مع الكمبيوتر مع الميكروسكوب مع الليزر مع الليزر الدكاتره مع الدكاتره مع التجهيز مع التشخيص مع التايمينج مع التايمينج مع الوقت هو ده بقى الخلط هو ده البلاند دي الكيك انت بتنورنا يا جماعه كل شكر وتقدير لضيف العزيز القمه العلميه الكبيره والاسم المتميز اللامع الاستاذ الدكتور شادي علي حسين مدرس طب الاسنان بكليه طب اسنان جامعه عين شمس خلي بالك انا بتك على مدرس طب الاسنان عشان احنا تعبنا فيها دكتوراه علاج الجذور جامعه عين شمس ادي لوحدها وماجستير علاج الجذور جامعة عين شمس زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور المدرب المعتمد من الجمعية العالمية طب الأسنان الرقمي ورئيس مجلس إدارة مركز شايني هوايت الشهير إمتى الكبير؟ قريب؟ إن شاء الله خلينا الكبير دي بقى نورت الدكتور ربنا يخليك وي ويل بي باك أجين اهلا بكم حوار مهم جدا جدا وشديد الاثراء النهارده وشديد التنوع حلقه اكسترا اوردينري ادعوكم لمشاهدتها حتى النهايه لانه اجزائها مهمه للغايه ايضا اسمحوا لي ان انا وانا في بدايه هذه الفقره ان اقول نقطه مهمه المصريين بنفسهم او بحكومتهم المتلاحقه بيضروا ظهرهم المصريين بيركبوا ميكروباصات لان دي الوسيله الوحيده الغلابه التوك توك الوسائل المواصلات العامه ودي كلها حاجات يعني اكل الظهر عليها وشرب والارض الشوارع المصريه لغايه دلوقتي فيها مطبات تقسم ظهر الحصان احنا عندنا كمان تهور تلاقي واحد شاب لطيف جدا طلع رحله ركب حصان بتعرف يا ابني تركب حصانه لا بس فرحان
ويلا بقى خلي الحصان يجري، والحصان يجري يقوم يقع من الحصان يتقسم ظهره، أو هو حتى من غير ما يقع هو فوق ممكن يحصل له مشكلة. بعض الملاهي اللي مش مظبوطة دي خطيرة جدا. العفونة مش إن أنا أشد نفسي كده وأشيل في الفرح، أشيل واحد يشيل مراته في الآخر مش هيبقى فرح، هيبقى ميتة، ما هيقلب حاجة وحشة، والديسك هيضرب في الحبل الشوكي وما تحته مش هيشتغل، هتبقى نصيبة. أنا عايز أقول لكم إن في كوارث المصريين بيعملوها في نفسهم كثيرة جدا، وغير 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 وغير. عشان نفهم هذه التفاصيل المهمة جدا في حلقة مثيرة ومتنوعة، اسمحوا لي إن أنا أرحب بضيف غالي عليا جدا، قيمة علمية هامة جدا في مجال وقامة جراحية متميزة على المستوى المصري والعربي والعالمي، هو طبعا القيمة الجراحية المتميزة في مجال المخ والأعصاب، الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعة القاهرة، مدير مستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصة. أهلا بيك دكتور. أهلا بيك دكتور. المصريين بيضروا نفسهم كتير صح؟ ده حقيقة، يعني بمختلف الأساليب. يعني هو محتاجين ان احنا يبقى عندنا وعي في كل شيء. كل ما كنا كان عندنا وعي وارتقاء ونبعد عن الفهلوة والشغل الهميوني. كلمة هميوني دي يعني حاجة كلمتك على فكرة يعني حاجة غير منظمة على الاطلاق. يعني ما ينفعش ان انت تاخد صحابك وتطلع تقول هطلع على شط البحر وتنط في المية وتتخبط في دماغك ويجي لك كسر في الفقرات. بنشوف حالات من دي، ان انت تنط في مية ما انتش عارف عمق المية قد ايه، ما انتش عارف المية دي فيها صخور ولا لا، ما انتش عارف دي ضحلة ولا مية. شفت كام حالة كسر في الفقرات العنقية بيؤدي الى شلل تام بسبب هذه المشكلة. مجموعة تطلع على شط مش معروف الشط، عشان يبقى شط لابد ان يبقى معروف المارينا او المكان اللي بيتعمل فيه شط يبقى فيه رمل، والرمل ده يبقى فيه عمق، وما ننطش الا لما نختبر عمق المية. ان احنا نعمل كل حاجة هميوني بدون نظام دي حاجة مش كويسة ابدا. النظام في كل شيء هو كل شيء. لكن في ناس كتير على فكرة في المجتمع البسيط مش فاهمين يعني ايه ديسك، مش فاهمين ايه تركيب الديسك، مش فاهمين الديسك ده ممكن يحصل فيه خلل يعمل ايه، سواء الانزلاق الغضروفي او انه يفرقع، دايما نقول الديسك فرقع او زحزحة الفقرات من فوق الغضروف. ايه العلاقة بين الثلاث حاجات دول، او امتى ده يحصل ده وامتى يحصل ده؟ صدقني رسالتنا اكتر من ان احنا يعني مريض يخف، هي اكتر ان احنا نلقي يعني ندور عقول الناس. لو ربنا نور على ايديك عقل واحد واثنين وثلاثة اكبر ليك من الدنيا كلها. ما كانش الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لاحد الصحابة لان يهدي الله بك رجلا خير لك معنى الحديث من الدنيا وما من الدنيا ما فيه. ليه؟ لان الهداية مش معناها انه يبقى زي في الدين ابدا، والله معناها ان انا بنتشل الانسان من وحل الجهل والتخلف الى نور العلم والتقدم. معناها ان انا بطلعه من حياة الوحوش والحيوانات الى حياة البشر. هي الحضارة ايه؟ ان انا اخرج عن طور ان انا بتعامل بوحشية ولا ادمية، ان انا اتعامل كانسان متحضر واخرج. نفسي ان احنا نبقى كده. والشطارة ان انا ابقى اضاءت حواليا قد ايه، مش عملت قد ايه شغل وفلوس. تمام، احنا عايزين نشوف الفقرات ونشوف الديسك هذا الغامض. ناس كتير تقول لك انا عندي ديسك، هم مش عارفين حتى تركيبه ولا هو فين يعني. وهو مش مطلوب انه يعرف. زي ما انا كده مش مطلوب ان انا اعرف التكييف ده بيشتغل ازاي. بالظبط. انا لما يبقى عندي مشكله في التكييف هجيب مهندس تكييف. انت كمان لما يبقى عندك مشكله في العمود الفقري هات المتخصص في العمود الفقري. مش ضروري تعرف كل حاجه، ولكن اسال الدكتور اللي بيعالجك يعني ايه ديسك. هيقول لك الديسك ده الماده اللزجه اللي ما بين الفقرات وبعضها، اللي هي بتعمل نقل للحركه بمعدل لين ومرن جدا، اللي هو ده مشاورين عليه، ده هو ده الديسك. الديسك ده لو حصل ان احنا تعاملنا مع العمود الفقري بشكل خاطئ هيبوظ، هيتاكل، هيبقى ما بينقلش حركه، هيبقى عمال على طول بيتحرك. هنحتاج نثبت الفقره عشان نلغي هذه الحركه، هنشيل الديسك ونحط الامبلانت ده اللي هو كيج ما بين الفقرات وبعضها بالمنظار بحاجة بسيطة جدا
حلينا مشكلة كبيرة كانت عند المريض من غير ما نفتح العمود الفقري، من غير ما نقرب من الجهاز العصبي، من غير ما نعمل أي حاجة. هي دي الجراحات محدودة التدخل اللي أنا بصر على أن أنا أقدمها لمرضاي، وبصر على أن أنا أعلمها لتلامذتي. وعاوز دايما تسأل الطبيب بتاعك ليه ما عملش عملية محدودة التدخل، أبقى بعدها بتحرك كويس وببقى في معدلي الطبيعي. تمام. عايز اقول انه جراحات محدوده التدخل ميزتها التطور اللي بيحصل فيها كل يوم عن التاني بيحصل؟ طبعا اكيد. انت لما يبقى عندك حاجه جميله جدا كل يوم بتنظفها وترعاها، شجره جميله كل يوم بتنظفها وترويها وتقدم لها، اكيد اكيد هتبقى احسن من حاجه انت من ساعه ما جبتها هي هي. جرب كده، من ساعة ما جبت الحاجة حطتها في البيت وهي هي بتستعملها، غير لما تبقى حاجة انت عمال بتهتم بيها وتطورها. شغلنا في الجراحات محدودة التدخل هو منظومة تطوير، كل مرة بنطور، كل مرة بنجدد. المؤتمرات والوركشوب اللي هي ورش العمل اللي بنطلعها وبنكتسب منها خبرات، الأجهزة الجديدة اللي بنجيبها كل شوية، الآلات الجراحية الجديدة اللي بنجيبها، كل دي سكيلز أو مهارات بنجيبها وبنطور بيها شغلنا علشان المريض عندنا قيمة كبيرة جدا يستحق مننا كل ما هو جميل. كاميرات كمان مولعين طبعًا. انتوا بالكاميرات تحبوها جدا. هقول لحضرتك ان انا يعني متعتي الشخصية في ان انا اجيب آلة جراحية جديدة جميلة، او ان انا اجيب كاميرا لطيفة جدا تقرب لي او تشغل لي، او ان انا اجيب جهاز جديد اشتغل بيه العملية، يوفر للمريض وقت، يوفر للمريض مجهود، يديني النتائج ألطف. يعني لما أحب أكافئ نفسي وأنا برا كده بعد ما أخلص المؤتمر أو الوركشوب، يعني متعتي إن أنا أجيب شوية آلات كده حلوين أشتغل بيهم العمليات بتاعتي بشكل أفضل. هي في ناس بتكافئ نفسها، أنا بكافئ، أحب أكافئ نفسي، أجيب سماعة حديثة لتمام ب11,000 جنيه. حاجة نفسية بتعمل ترسم اي سي جي طبعا. انت بتتعب وبتبذل مجهود، فلابد ان يبقى حتى نفسيا نوع من ده بيعمل ترفيه كبير جدا. وعلى فكرة ده منهج كويس ان احنا نعمله برضو مع اولادنا. حلوة. هنسمع محاكاة صوتية دلوقتي. هذه المحاكاة الصوتية هتحكي لنا بروبلم القصة ديت. بعد ما تحكي لنا عايز اسمع تشخيص حضرتك لهذه الحالة اللي متكررة جدا جدا جدا. اتفضل يا فندم. مساء الخير يا دكاترة. انا سيدة عمري 37 سنة. بدأت مشكلتي لما اتجوزت وانا عندي 31 سنة، والحقيقة انا في الفترة دي كنت بعاني من عدم انتظام في الدورة الشهرية ولا زلت، وده كان سبب رئيسي في تأخر الانجاب بالنسبة لي. ولاحظت في الفترة الاخيرة ان بيوجد عندي افرازات زي اللبن من السل. طبيب النساء اوصى بعمل تحاليل وتبين اني عندي ارتفاع شديد في مستوى هرمون اللبن، وطلب تحويلي لعمل اشعة مقطعية على المخ. يا ترى ايه العلاج لحالتي؟ نفس الوقت في امل في الشفاء وامل اني اكون ام في المستقبل. شكرا. شكرا ليكي. دي الحاله اللي احنا بنشوفها مش بس هنا، بنشوفها في حالات كتير الحقيقه. طبعا يعني بحييك على هذا العمل، لان ده من الوسائل التعليميه الجيده جدا اللي بتتعمل في المؤتمرات والمحافل العلميه. كيس بروبلم او الكيس ستادي ده، وده مهم جدا ان احنا نعلم الناس، وده برضو من احدى الرسائل اللي ربنا يعينك عليها. ربنا يخليك. السيدة اللي بتتكلم او الحالات دي دايما بيبقى عندنا مشكلة في الغدة النخامية. الغدة النخامية بتفرز هرمونات مهمة جدا جدا، لان دي المايسترو بتاع هرمونات الجسم كله. دي بتتحكم في افرازات الهرمونات في الجسم من خلال بعض المواد او الهرمونات اللي بتفرزها. واهم هذه الهرمونات هرمون، او من اهمها هرمون البرولاكتين، هرمون اللبن. اللبن اللي هو مفروض انه بيطلع عند السيدة بعد الولادة علشان الثدي يبدأ يعمل بعملية الرضاعة الطبيعية. لو عالي مستواه ده بيؤثر على بقية هرمونات الجسم، فبيثبط عملية التبويض وبيأخر عملية الدورة، وبالتالي ما يبقاش فيه انجاب. لما بنعمل اشعة يفضل طبعا ان حضرتك لو بتسمعينا ما تعمليش اشعة مقطعية، نعمل اشعة بالرنين المغناطيسي على المخ. أيوة. وهنعمل أشعة عادية على الجمجمة، وده ليه؟ لأن احنا بنشوف الورم. الورم ده في نسبة 99.5% بيبقى حميد،
ولا يقلب إلى ورم خبيث إلا في نص في المليار، يعني نسبة ضئيلة جدا. الأورام دي بتبقى لما بنشخصها جزء منها بنخضعه إلى العلاج الدوائي، يعني بمعنى أصح لما بنلاقي إن حجم الورم صغير ومش مؤثر على عصب البصر في أغلب الأحوال بنخضعه إلى العلاج الدوائي، أو بيبقى عندنا اختيارين بنطرحهم للمريضة، إما إنك تاخدي العلاج الدوائي ده مدى الحياة، أو إن إحنا نعمل لك عملية جراحية. والعمليات اللي إحنا بنعملها النهاردة بنعملها بالمنظار عن طريق الأنف، يمكن لو عرضنا الفيديوهات هنشوف دلوقتي إزاي بنعمل عملية إزالة ورم من قاع الجمجمة أو من الغدة النخامية تحديدا عن طريق الأنف. ما بنحتاجش إن إحنا نعمل عملية. اللطيف جدا إن بعد ما بنعمل العملية وبنشيل الورم بينتظم معدل إفراز الهرمونات في الجسم. هنا أهو إحنا داخلين من الأنف بالمنظار، والأنف مجاور للغدة النخامية اللي هي موجودة في قاع الجمجمة. دخلنا على المنطقة دي، لما بندخل على المنطقة دي بنلاقي الورم قدامنا كده، بنفتح الغشاء الخارجي للورم وبنبدأ نسحب الورم ده، ساعات بنشفطه، ساعات بناخده ببانش زي اللي مفتوح ده، ساعات بناخده أو بنستأصله بمعلقة زي معلقة صغيرة كده، نكحته من الأنسجة بتاعته وهنفضل نشيل فيه. فايدة الجراحة الملاحية الجميلة إنها بتديني إحداثيات الورم لحظة بلحظة، فبتقول أنا شلت قد إيه وباقي قد إيه عشان أقدر أشيل الورم كله وأشيله تماما دون أن أتعرض لأي من أنسجة المخ أو حتى الأغشية المبطنة للأعصاب بتاعة المخ، لأن في أغشية مبطنة للأعصاب أنا ما فتحتهاش، وبالتالي المريض بتاعي هيطلع من غرفة العمليات تماما سليم تماما، ما عرضتش من أي حاجة غير الورم، شلت بس الورم، وهتبدأ معدل الهرمونات ينتظم. والسيدة دي ممكن بعد معدل الهرمونات ما ينتظم هيبقى عندها إن شاء الله فرصة الخلفة بشكل طفل كويس. وأنا فاكر إن أنا من العمليات اللي عملتها في طفل دلوقتي عنده 15 سنة متسمي باسمي، ده أكثر من طفل، علشان أنا عملت العملية عن طريق الأنف وكان في أطفال. حلو قوي. طبعا الدكتور يسري قال كم معلومة مهمة للمحترفين، يعني أشعة الرنين المغناطيسي تتفوق لأنها ممكن تشوف المايكرو أدينوما اللي هي الورم الصغير، لكن الـ CT أو الكات سكان ما يقدرش يشوف الورم الصغير، هيبقى صعب عليه. حاجة تانية إنه في الرجالة هذا الأمر ممكن يحدث. طبعا لأنه إحنا جبناه كيس كست، لكن هذا الورم ممكن يحدث في الرجال، ممكن يحدث في الرجال، وممكن يحدث في إنه يفرز هرمون آخر غير هرمون البرولاكتين. ممكن يفرز، يعني ممكن نشوف مثلا صورة واحد عملاق متضخم وفي ممثل مشهور بالشكل ده، شكله متعملق أكثر من واحد أو ممكن ثلاثة دلوقتي متعملق، ده علشان عنده داء العملاقة، إن الهرمون اتفرز بشكل عالي جدا فكبر الأنسجة وضخم الأنسجة وضخم الصوت، وبرضه بيبقى عند السيدات برضه داء العملاقة، يعني بيجي في الرجال والسيدات. فهو ورم الغدة النخامية ليس قاصر على السيدات، ولكن معدله أكبر في السيدات. ومعدل الهرمون الأورام اللي بتفرز هرمون اللبن أكتر من الأورام اللي بتفرز هرمونات أخرى. في كلا الأحوال احنا بنعمل نفس العملية وبتبقى عن طريق الأنف بالمنظار. كلمة الجراحة الملاحية ميزتها ايه؟ يعني اولا الجراحة الملاحية برضو بتجرني لحاجة مهمة جدا، وهي التكنولوجيا المتقدمة. زي فتحت في العمود الفقري قلنا التكنولوجيا دوره ايه والجراحات محدودة التدخل، الجراحة الملاحية في المخ دورها وصل لايه؟ تصور حضرتك عندك مصنع، والمصنع ده فيه كم كبير جدا من العمال والمهندسين والمكن والآلات والعدد، وانت عندك اوضة كنترول قاعد فيها فيديو بيراقب كل الحاجات دي، وانت قاعد قدام شاشات فيديو تشوف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. قارن نفسك بواحد تاني عنده نفس المصنع بنفس الأجهزة بنفس الآلات، بس هو مش بيشوف على كاميرات، بينزل يبص تحت ويتجول، هيتعرض لتراب قد ايه، هيتعرض لصداع قد ايه، هيقدر في لحظة بسيطة يجيب المصنع كله في 10 دقائق في ربع ساعة عشان ياخد جولة في المصنع على رجليه، هياخد قد ايه؟ والتاني اللي قاعد في اوضة المونيتورينج هيقدر ياخد. تصور بقى اللي قاعد في اوضة المونيتورينج ده بيتحكم في الشاشات والاجهزة والعدد من خلال الكمبيوتر. يعني هو قاعد في غرفة التحكم وبيدير معركة، كأني قاعد بلعب بلاي ستيشن وبدير معركة.
هقدر ان انا اتحكم في 100 واحد في لحظه واحده غير ان انا ابقى فرد جوه المعركه. الجراحه العاديه انت فرد في معركه، لكن الجراحه الملاحيه انت مايسترو المعركه، تقدر تعمل دي ورم في قاع الجمجمه. دخلنا له داخل الورم ده حواليه الاورده الشرايين الرئيسيه اللي بتغذي المخ، اللي هو لو اي لعب فيها وجنبنا عصب البصر اللي هو اصفر ببياض ده الخفيف ده، وده ورم في قاع الجمجمه. هدخله ازاي؟ دخلت عن طريق الانف بمنظار، والجراحه الملاحيه بتقول لي انا فين وازاي، وبدات اشفط واشيل في الورم ده. شايف ايه اللي قدام اللي ظهر ده؟ الغده النخاميه. اها الطبيعيه. اه ده ورم في قاع المخ بعيد عن الغده. شايف بدا يظهر لي الخط الابيض ده؟ ده العصب البصري. اها الديكاسيشن اهو. اه بدا بالظبط الكيازما تبلي اهي. اللي هي العصب البصري. ورجع العصب البصري كان مضغوط بدا ياخد وضعه. الشرايين الرئيسيه بتاعت المخ كانت مضغوطه بدات تاخد وضعها. هعرف منين وانا بشتغل انا شلت قد ايه وعملت قد ايه؟ الا من خلال شاشات المتابعه اللي بتديها لي الجراحه الملاحيه، وبتقول لي ده منطقه فيها ايه ودي منطقه فيها ايه، اعمل ايه وازاي وليه. يبقى لابد ان انا ابقى راجل شاطر جدا ومهندس قوي جدا عشان اعرف الالات دي بتشتغل ازاي. يعني انا لازم ابقى جراح عبقري علشان اقدر اعمل جراحات ملاحيه، مش جراح نص لبه ولا جراح. بعمل الجراحات التقليديه ببراعه تامه، وارتقيت وتعلمت واتقنت ما هو اعلى من الجراحات التقليديه. وبالتالي الجراحه الملاحيه هي مش بس الات بتديني تكنولوجي، ولكن هي تولز مع واحد بيدير معركه شرسه جدا. ادوات بالظبط. معركه شرسه في النيبورنج، في الحاجات اللي حواليا. يعني بالزبط. انا قريب من العصب البصري، قريب من شرايين الخلطه، فيها الغلطه فيها لن تغتفر حياه الانسان. بالظبط. وهكذا كل اورام المخ لما نعملها بالجراحه الملاحيه غير لما نعملها بالطرق التقليدية. أقدر أستخدم مع الجراحة الملاحية الميكروسكوب، أقدر أستخدم معاه المنظار، أقدر أستخدم كل التولز التي يمكن أن تستخدم في العملية الجراحية مع الجراحة الملاحية. أنا بدي بعد ثالث للجراحة. أنا استفدت النهاردة من الدكتور يسري حاجة مهمة جدا جدا، وخلي بالكم دي أصلها بشكل كبير جدا، التخصص. التخصص، وأنا دايما بقول في كل حاجة التخصص حلو، و الطب بالذات لانه مجال شديد التعقيد، مجال علمي تعليمي فيه سنين طويله من العلم، من الصعب ومن المستحيل ان حد يقفز عليه، حتى في المجال الاعلامي. في المجال الاعلامي التخصص مهم جدا في المجال الطبي، اما غير ذلك فهو يشبه بالظبط ان انا اجيب الحاجه سنيه ست سنيه عشان تقدم النشره الفرنسيه. بالظبط كده. كل الشكر والتقدير للقدير الرائع الأستاذ دكتور يسري الحميري، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعة القاهرة، ومدير مستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصة. نورتنا كالعادة دكتورنا. خليكم معانا، ما تروحوش في أي حتة ثانية. مستشفى الأمم، الأستاذ الدكتور سيد الأخرس، المركز المتكامل لعلاج بطانة الرحم المهاجرة وجراحة المناظير والحقن المجهري. مستشفى نيوروسباين، أول وأكبر صرح طبي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري. مستشفى شاكر لليزر وجراحة المسالك البولية المتقدمة. صحتك أمانة، نرعاها. We'll be right back.